يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بسنتي. صباح الخير والسعادة عليك يا شاذلي، على جميع المشاهدين في كل مكان. الخير عامة يعني من الأفعال الجميلة ومحببة لينا كلنا، وهي فطرتنا كبني أدمين عامة، وممكن تعمل فعل خير لأي حد حتى لو ماشي في الشارع، فربنا سبحانه وتعالى يقوم سايق لك كده حد تاني من حتة تانية ما تعرفهاش، يا إما يعمل لك سواء نفس العمل أو حاجة تانية، أو حتى يعني يعمل حاجة لحد أنت بتحبه، لو مساعدة لوالدك الكبير شوية أو لابنك أو 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 الحاجات دي كلها. مواقف الخير عامة في حياتنا ملهاش عدد، لأنه المصريين معروفين عامة بحبهم لفعل الخير، وخلينا نقول أنه بنبقى كتير ماشيين في الشارع وشايفين ناس بتساعد ناس، لو حد عربيته وقفت بتلاقي على طول، يعني لو سيدة كده عربيتها وقفت في الشارع تلاقي الناس نازلة وبتساعدها، لو حد جرى له أي حاجة تلاقي الناس كلها متلمية وواقفة وبتساعده وبتطلب الإسعاف أو أو أو. مواقف الخير في الحقيقة كتيرة جدا جدا جدا، من أول صلة الرحم لغاية الصدقات. وخلوني النهاردة أتكلم معاكم يمكن عن الصدقات أكتر شوية، وده الوقت اللي كلنا محتاجين نساعد فيه بعض، لو حد محتاج حاجة في الحقيقة، لو في مواقف هتكلم فيها على غيرت لي حياتي أنا شخصيا فهي الصدقات بالتحديد. وفي الحقيقة الإنفاق في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله بيردها أضعاف أضعاف أضعاف. سؤال حلقتنا النهاردة هو احكي لنا عن موقف خير عملته واترد لك بعدها. وخلوني الأول أعرف شاذلي، إيه الموقف الخير اللي أنت شاذلي ممكن تكون عملته وترد لك بعدها؟ مواقف كتير، والحمد لله يعني انا بحس ان في رسائل كده من ربنا ليا في الحاجات دي. طبعا انا مش هذكر الاعمال نفسها، لكن ممكن مثلا في مره ساعدت حد وبعدها بما فيش بساعات معدوده لقيت تليفون جاي خبر كنت مستنيه بقالي كتير جدا وفرحني، انا دمعت من الفرحه لاني حسيت فعلا دي ده رساله ربنا. دي رساله ربنا. اكتر من مره مثلا اكون بساعد في مكان مثلا عام وشايف حد كبير في السن مثلا فكان شايل حاجه فساعدته او سندته او كده، فلاقي مثلا بعدها بيوم والدتي تقول لي انا كنت طالع السلم وكان معايا شنطه ولقيت شاب كده جاي يقول لي عنك وياخد الشنطه يطلعها فوق ويستناها لحد ما هي تطلع. فانا بحس ان ده رد للحاجات اللي انا عملتها. لكن انا ضد الناس اللي بتقول خيرا تعمل شرا تلا، ده مثل ملوش اي اساس من الصح. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ افعل المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فهو اهله، وان لم يصادف اهله فانت اهله. وفي تساؤل مهم جدا طرحه القران، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ كل خير احنا بنعمله في حياتنا بيترد لنا، بيترد لنا بطريقه سواء مباشره من نفس الشخص، واحنا مش بنعمل الخير للناس عشان نستنى رد هذا الخير وهذا المعروف من نفس الشخص اللي عملناه له، ولكن في بعض الأوقات بيترد من نفس الشخص، وفي بعض الأوقات بيترد من أشخاص تانية. ربنا بيسألك حد تاني في مكان تاني خالص يرد لك الخير اللي انت عملته ولكن في شكل آخر. يعني انت ممكن تتصدق أو تنفق فتلاقي على الناحية التانية ربنا بعت لك حد يساعدك، ان انت مثلا كنت بتستخرج ورقة مثلا من مكان ما ومتعسر ومش عارف تخلص حاجة، فتلاقي ربنا بعت لك حد ييسر لك أمورك. فهي دايما كده، اللي انت بتعمله في حياتك هو اللي هتشوفه، كل اللي انت بتقدمه ليك، كل اللي انت بتقدمه لأسرتك، مش لازم ليك انت حتى، كل اللي انت بتقدمه لأسرتك او اللي انت بتقدمه للناس بيترد لك وبيترد لأسرتك بيترد لأولادك. كم مرة مثلا عديت حد الشارع وبعد ما روحت لقيت حد بيكلمك مثلا، او اهلك في البيت بيقولوا لك، ابنك بيقول لك كنت عايز اعدي الشارع وفي واحد وقف العربيات وعداني. كم مرة انت وقفت بعربيتك عشان تعدي ناس وبعدها على طول مثلا لما رجعت لقيت مثلا زوجتك او والدتك بتقول لك ده حد وقف الطريق، ووقف كان ماشي بالعربيه ووقف الطريق خالص وهدى الدنيا وعشان احنا نعدي. فهو اللي احنا بنعمله بنلاقيه، اي موقف احنا بنعمله في الدنيا بيترد لنا، ولكن زي ما كنا بنقول مش لازم من جنس العمل. حقيقي. ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا، احكوا لنا عن موقف خير عملتوه وترد لكم. ده موجود على صفحاتنا المختلفه على السوشيال ميديا، في انتظار اجاباتكم وتفاعلاتكم باستمرار على سؤال حلقتنا النهارده. بنصبح لحضراتكم مره تانية، اهلا بيكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. عليه افضل الصلاه والسلام، جمعه مباركه على حضراتكم. خلونا نفكركم بسؤال حلقتنا النهارده، احكي لنا عن موقف خير عملته وترد لك، كان ايه هو؟ ده اللي موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، اكتبوا لنا الكومنتس بتاعتكم وتعليقاتكم واحنا اكيد هنستعرضها خلال الحلقه النهارده. لكن خليني يا شاذلي اقول لك على حاجه سريعا كده كنت عايزه اضيفها على موضوعنا النهارده، ان يمكن من المواقف
اللي انا فاكره حصلت لي، ان انت كنت بتتكلم عن المواقف وازاي اترديت لك في ساعتها، انه انا في ساعتها كمان من المواقف اللي بتحصل لما حد يبقى او اعرف من حد انه في حاله معينه محتاجه مساعده معينه، وببتدي اكلم الناس عشان الم شويه تبرعات ونبتدي نتبرع للحاله دي. اول ما الفلوس بتتحول لحساب الحاله دي، سبحان الله في ساعتها انا بترجع لي الفلوس دي على طول بجد، من غير اي يعني مبالغه في الموضوع. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ربنا بيرد لك على طول. وبالمناسبه زي ما كنا بنقول، مش لازم من جنس العمل، يعني انت ممكن تتصدق وربنا يحفظك وربنا يبارك لك في اولادك، يبارك لك في صحتك، يبارك لك في مالك. البركه اصلا رزق طبعا، يعني البركه رزق. لكن خليني اقول حاجه سريعه جدا كمان، انه الناس اللي بتصور فعل الخير ويمكن تنزله على السوشيال ميديا، من الحاجات اللي بتقلمني شخصيا قوي. يعني لا يفسد الخير الا البحث عن الثناء، انا بشوف ان دي من الحاجات اللي في الحقيقه بنجرح بيها الناس. فياريت لو هنعمل صدقه تبقى في السر، او هنساعد حد يبقى في السر، مش لازم ان احنا نصور ونقول انا ساعدت الحاله دي او كذا او كذا. وفي الاول وفي الاخر كلنا معرضين لاي حاجه في الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى يديم علينا نعمه ويديم علينا وعلى حضراتكم ان انتم كمان تكونوا من يعني فاعلين الخير. اللهم امين. بص، عايز اقول لك على حاجه في موضوع الناس اللي بتتبرع وبتنشر على السوشيال ميديا. خلينا نقول ان في بعض الناس، يعني مش كلهم نواياهم بهذا الشكل، أكيد في ناس بتنشر هذا العمل عشان تكون قدوه للناس وعشان تفتح عيون الناس اللي مش واخده بالها ان المكان ده محتاج تبرعات مثلا. مكان مش شخص، مكان هو ده اللي كنت بتكلم فيه. لكن مش شخص، يعني ما ينفعش مثلا يكون بتبرع لشخص مثلا معين وطالع لايف على السوشيال ميديا او مصوره او لا، ده طبعا مرفوض تماما. انما مثلا لو بتبرع لمكان، فانا شايف انه ما فيش اي مشكله انك تقول ان انت تبرعت لهذا المكان عشان تكون قدوه للناس وعشان تخلي الناس هي كمان تاخد بالها من هذا المكان محتاج تبرعات. وفعلا زي ما كانت بسنت بتقول، الصدقه في هذا التوقيت مهمه جدا. اكيد. خلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا لميا ونعرف منها احوال الطقس في القاهره والمحافظات، لكن كمان نسالها على سؤال الحلقه النهارده. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير عليك شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. يعني احكي لنا كده، ايه فعل الخير اللي انت عملتيه وترد لك؟ بصي، هو دايما الحاجه الطيبه او الحاجه الانسانيه اللي بتعمليها بتلاقي ربنا بيرد عليكي برسائل ربانيه كده، بتحسي انه ده حصل لي دلوقتي عشان انا عملت لحد كذا. وكتير طبعا، يعني مش هينفع ان انا اقول، لكن انا فاكره موقف كنت في فتره ما كده كنت متابعه طول الوقت المتسولين اللي هم بيشيلوا اطفال وبيتسولوا بالاطفال دي، وكنت دايما بتصل بخط نجده الطفل واتابعهم واصور الناس دي وابعت لهم على الايميل وحاجات كده. فما تخيلتش ابدا ان انا ممكن اتحط في موقف شبه كده. كنت في مول وكان معايا ابني، وكنا في صيدليه بشتري انا ادويه، وهو واقف جنبي ما فيش يعني اقل من متر، هو بيختار لعبه وانا بشتري الادويه. في لحظه واحده بس لقيته اختفى من قدامي، وبدور عليه في الصيدليه مش لاقياه، ببص لقيته على اول باب المول ومعاه واحده ست كده شكلها مريب شويه. انا ما قدرتش اتحرك، يعني مخضوضه او مصدومه من الموقف. انا فاكره ان انا بس كنت عماله بشاور بايدي وبجري، مش عارفه انا بجري ولا بمشي ولا بعمل ايه. فلفت نظر السكيورتي ان انا في حاجه، بص لقى الولد فاخده على طول، والست يعني ماشيه كده بتشوح بايديها بتقول انا ماشيه هو اللي جه معايا. انا ما وقفتلهاش الصراحه، انا خدت ابني في حضني، بس حسيت انه اللي انا عملته متابعتي طول الوقت ساعتها على طول، حسيت انه ده ربنا بيساعدني وحمالي ابني في الموقف ده. بشكركم شكرا جزيلا، وصباح الخير عليكم، ونصبح مره ثانيه على مشاهدينا ونستعرض معاكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. الطقس النهارده هيكون بارد في ساعات الصباح الاولى ولطيف بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد. كمان في شبوره مائيه الصبح قد تكون كثيفه احيانا على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. وفي فرص لسقوط امطار خفيفه على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري وكمان سلاسل جبال البحر الاحمر. درجه الحراره النهارده في القاهره 20 درجه، واعلى درجه حراره هتكون في شلاتين 24 درجه، اقل درجه حراره هتكون في كاترين 14 درجه. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شويه. امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح عدد من المشروعات التنمويه في محافظه سوهاج. تفقد قرية أم دومة بمركز طما أحد قرى حياة كريمة في المحافظة، وافتتح سيادة الرئيس مستشفى سوهاج التعليمي، كمان زار جامعة سوهاج الجديدة. وخلال الافتتاحات
قال سيادة الرئيس لعدد من الشباب إن أفكاركم وأحلامكم قد تكون هي السبب في تغيير وضع الدولة، ويجب أن نسعى وراء الحلم ونصدق أننا نقدر نحققه. الدولة هتدعمكم في كل هذه الأفكار. تعالوا دلوقتي نشوف جزء من كلمة سيادة الرئيس. أنا اللي بشكركم، وقبل ما تمشوا الدعم موجود، وأنا عايز أقول أنا قدامي ست نماذج تقريبا. طب الست نماذج دول يعني أتكلم بالنظريات يعني 50% ممكن يجيبوا نتيجة؟ ممكن، ممكن 100% طبعا، لكن ما تفهمونيش غلط، أنا بقول كده مش ليكوا أنتوا، أنا بقول كده لينا إحنا. يعني يعني نحلم ونجري على حلمنا ونصدق ون إيه؟ نصدق إن ممكن يحصل فيه نجاح. مش نقول إيه؟ طب ماشي يعني تلوين صورة يعني أنتوا واقفين قدامي كده وبتقولوا أنا لا. قبل ما تمشوا الدعم موجود والأرقام اللي ما تتخيلوهاش موجودة، وبقول لكم كده يعني كل واحد هيحتاج ايه مثلا 1.2 مليون 3 عشان الكلام اللي بتقولوه يطلع ويبقى فعلا مش بس ينجح كفكرة، لا ينجح كمشروع، ينجح كمشروع من اول كلام اللي قاله صموئيل ومريم محمد والزملاء اللي اتكلموا كلهم والزميلات طبعا او بناتي يعني او كده اللي اتكلموا كلهم، لا احنا جاهزين. وانتوا واقفين كده قدامي هقول مبدئيا كده اهو الارقام اللي انتوا بتحلموا، لا مش بتحلموا، ما تحلموش، هتتوفر لهم مش من جيب الحكومه. طب ليه مش من جيب الحكومه؟ لان انا مرتب ترتيبات تانية. الحكومه يعني ما تزعلوش، ما تزعلش يا دكتور مصطفى، الدكتور مصطفى والحكومه مطحونه جدا. الكلام اللي كان بيكلمه دلوقتي هو بيتكلم على محافظة واحدة، واتكلم اقسم الكلام نصين، نص اتعمل من غير حياة كريمة ونص بيتعمل بحياة كريمة، وقال الرقم كله تقريبا غير الحياة كريمة اللي اتصرف حتى الآن 7 تريليون. وأنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني ولكم اللي موجودين معايا، 7 تريليون ده رقم متواضع جدا قدام الحلم. قدام ايه؟ الحلم. انا جاي بالطريق وجاي بالطياره وبشوف الحاجه اللي المباني اللي تحت مني، ده لسه بدري، لسه بدري قوي 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 قوي، انا بتكلم بجد لسه بدري. كمان اتكلم سيادته عن حجم المشروعات والاستثمارات اللي الدولة عملتها على مستوى الجمهورية، وقال ان المشروعات دي تكلفت 7 تريليون جنيه، وده رقم قليل لان مصر بتحتاج استثمارات ب 70 تريليون جنيه لاحداث طفرة تنموية تتناسب مع قدرات واحتياجات البلد. بتحلموا؟ كان نفسكم؟ طب ما قدرتوش ليه؟ اتفضل استريح. مفيش. وكلمة مفيش دي بتخلينا نتكلم في النص الثاني، النص الاولاني اللي احنا حكيناه والارقام اللي قالها الدكتور مصطفى، رغم ان هو يعني سعيد جدا وهو بيقولها وانا اكيد، بس الرقم ده ولا حاجه. 7 تريليون ولا حاجه؟ ايوه. البلد دي عايزه 70 تريليون. عايزه كم؟ 70 تريليون. ويا رب يخلينا يعلمنا ويفهمنا إن إحنا نشوف واللي نشوفه نفهمه. عايزة كام؟ اللي إحنا بنعمله هنا في سوهاج 100 وحاجة مليار. طب في كام محافظة؟ في كام محافظة عايزين نعمل فيهم؟ طب هو اللي ناقص قد إيه؟ طب بالمناسبة هو اللي اتعمل تشغيله بكام؟ عملت مكتب بريد، الناس اللي هتشتغل فيه هتاخد كام؟ هيتصين بكام؟ مش اتعمل بس، عملت مدرسة كويس، بس المدرسة دي انت عايز تحافظ عليها ولازم تتصين بكام؟ والمدرسين والطاقم العمل اللي فيها ياخد كام؟ عملت مستشفى كويس، بس المستشفى اللي انت عملتها دي هتشتغل بكام؟ كل يوم وكل شهر وكل سنة.
لو انتوا ما خدتوش بالكم يا شباب مصر بان النهار ان كل الكلام اللي كان بيتقال كان بيتكلم على محاولة الوصول الى الارقام الطبيعية للمعدلات، المعدلات اللي ايه العلمية اللي هي بتقول نعمل كم مدرسة لكل كم ألف طالب أو كم فصل لكل طالب. أنت قاعد ماشي داخل في سبق، داخل في إيه؟ في سبق. إيه السبق؟ سبق بأن أنا عندي نقص أولاً في عدد الفصول، أنا بجيب مثال واضح وكاشف، عندي عدد فصول متاح دلوقتي وعندي عدد الفصول ده بيقابله تقديم خدمة تعليمية لأولادنا، العدد اللي موجود دلوقتي أقل من المطلوب بمنتهى البساطة كده. يبقى أنت الأول عايز تسد الفجوة، فجوة اللي موجود مع اللي المفروض يكون موجود، دي فجوة. ثم كل سنة تعمل الحجم المطلوب للقادم، للإيه؟ للقادم. القادم يعني ايه؟ يعني لو النهارده بيخش في التعليم بيبقى فيه انجاب عندنا 2 مليون 2.5 زي ما يكون مليون، حتى لو كانت مليون يبقوا عايزين تزود فصول ايه؟ كم؟ احنا لما حسبناها على الوضع الحالي 60,000 فصل في السنه على فرضيه ان احنا عملنا قفلنا الفجوه، مش كده وزير التعليم؟ لو قفلنا الفجوه هنبقى محتاجين نزود كل سنة كم؟ 60,000 فصل. 60,000 فصل. طب الفصل بكام؟ الدكتور مصطفى كان بيعرض هنا السكن فقال في حوالي 400 حاجة ووحدة أو 500 وحدة والرقم كان 51 مليون. أنا كنت براجع امبارح عشان أعمل 200,000 وحدة تانيين، لقيتهم بيعرضوا عليا الوحدة معدية 700,000 جنيه. كم؟ الوحدة كم؟ 700,000 جنيه. يعني ال 200,000 بكم؟ 140 مليار؟ مش كده يا دكتور؟ 140 مليار جنيه، ده ال 200,000 وحدة. يبقى نرجع للفصول تاني، لو أنا النهاردة عايز أعمل 60,000 فصل بعد ما أقفل الفجوة، يعني عايز على الأقل 60 مليار جنيه، ثم أحط معاهم المدرس والطاقم الإداري والطاقم الإشراف اللي شغال مع المدرسة بكام ومنين. طب بقول الكلام ده لكم ليه؟ أنتوا بتكلموني في حاجة وأنا بتكلم في حاجة تانية. لا، الحاجة دي متصلة ببعضها. إذا لما ألاقي حلم عند صمويل وعند محمد وعند غيره، الحلم ده ممكن يتعمل منه حاجة، ما أقولش إيه ربنا يوفقه، لا، يمكن يجيب لي حاجة. يمكن إيه يا صمويل؟ يجيب لي حاجة. الخمس ست فدادين بتوعه دول أو الخمسين فدان يجيبوا لي إيه؟ حاجة جنب حاجة جنب حاجة جنب حاجة. البلد دي موقفها إيه؟ يتغير. بقول لكم كده لأن موضوع النمو السكاني، إحنا جايين طبعا يوم جميل وعام جديد وكل سنة وأنتم طيبين كلكم، لكن ده ما يمنعناش كأسرة واحدة إن إحنا نتكلم مع بعض ونفكر بعض دايما بحجم التحدي وسبب المشكلة. سبب المشكلة لا هي فساد حكومة ولا فساد نظام إداري ولا تهميش، لا ولا لا 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 لا. أقول لكم حاجة بسيطة، يعني أنا أعرف كويس يعني إيه، يعني ايه؟ يعني ايه قرش؟ واعرف يعني ايه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ايه دولة؟ دولة ممكن تبقى قد الدنيا ان شاء الله بيكم وبأفكاركم وبجهدكم، لكن ايضا لازم نكون فاهمين ان لو احنا مستمرين بالطريقة ديت كل الجهد اللي هيتعمل هيبقى مش كفاية. كمان سيادة الرئيس اتكلم عن مشروعات الطرق والبنية الأساسية وقال إن الطرق والبنية الأساسية هي أول حاجة لازم تتعمل في التنمية لأن شبكة الطرق بتحقق سهولة الحركة بين كل المحافظات. أنا جاي بالطريق وجاي بالطيارة وبشوف الحاجة المباني اللي تحت مني، ده لسه بدري، لسه بدري قوي 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 قوي.
أنا بتكلم بجد، لسه بدري. وده مش معناه، أنا قلت الكلام ده في الفطار مع في القرية، قرية أبو دومة يعني، قلت إيه؟ قالوا إن سعيد كان مهمش ومتنسي، وأنا بقول لكم لأ، سعيد لا كان مهمش ولا متنسي، البلد ما كانتش قادرة بس. وأنا عارف بقول لكم كده ليه؟ عشان إحنا لازم نحترم عقول بعض، ونبقى موضوعيين وصادقين في التقدير والتقييم لواقعنا، ونعرف ليه احنا واقعنا كده. واقعنا كده لان البلد مش قادره. البلد ايه يا دكتور مصطفى؟ مش قادره وما كانتش قادره. طب اللي بيتعمل ده قبل كل شيء توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وثانيا هو محاوله لتطوير الفكر زي ما انتم بتفكروا كده. عشان كده وانتم بتفكروا تلاقوا ان انا ايه متحمس قوي ليكم. انا متحمس دايما للفكره، لان الفكره ممكن تحل مساله بالمسار التقليدي ما تتحلش، والفكره تنجح بالمسار التقليدي ما تنجحش، وبالفكره توفر بالمسار التقليدي ما تمولش. الفكره كده، البلد اللي ظروفها والناس اللي ظروفها مش متيسره قوي، ما عندهاش غير الحلم والفكره والعمل. انا حبيت اقول الكلمتين دول لان انتم يعني كنتم ملهمين بالنسبه لي كلكم، بغض النظر عن مدى النجاح اللي ممكن يتحقق ورا كل موضوع انتم اتكلمتوا فيه، ورا كل موضوع انتم اتكلمتوا فيه. بس ارجع تاني اللي شرحه دوله رئيس الوزراء، ارجو ان احنا نتوقف قدامه كويس، مش بس اهل سوهاج ولا اهل الصعيد، لا انا بتكلم على كل المصريين. وهديكم مثال، انا بتابع السوشيال ميديا جدا يعني، وتعليقات كل الناس، وبجد مثلا حد يقول لك ايه يعني يا كامل يا وزير مش كفايه اسفلت بقى، يقولوا ايه كفايه اسفلت؟ ده اول حاجه تتعمل الاسفلت، شبكه الطرق عشان نوصل لكم وتوصلوا لنا. اتفضل يا كامل. فانا بلاقي التعليق ده اقول عيني الناس اللي بتقول كده عايشه في مناطق ما شافتش اهالينا في كل حته في مصر عايشين ازاي وبيمشوا ازاي والبنيه الاساسيه اللي عندهم اخبارها ايه. احنا كنا بنتكلم نقول عندنا صرف صحي، ولكن الصرف الصحي اللي موجود ده نسبته قد ايه؟ 10% 13%. يعني انا اول ما بدات سالت الدكتور مصطفى عندنا كام في الميه، انا موقفكم كتير، موقفكم مش كده؟ لا صحيح، احنا مبسوطين جدا بوجودك معانا، وانا حبسطكم سعداء جدا، حبسطكم ربنا يخليك لينا يا فندم. فقالوا 12 13% ساعتها. طب هو اللي قبل مننا كانوا يحلموا، ما كانوش عندهم حلم ان هم يعملوهم 100%؟ لا عنده. وعارفين أقول كده ليه؟ عشان أبدا أبدا تفكروا كويس جدا قبل ما تطلعوا كلمة من لسانكم، لأن الكلمة هنتحاسب عليها قدام الناس وقدام التاريخ، وقبل ده كله قدام ربنا في يوم كل كلمة محسوبة بدقة. كمان امبارح سيادة الرئيس تحدث عن الأزمة العالمية المالية العالمية وتداعياتها على كل دول العالم ومنها مصر، وقال إن الدولة واجهت هذه التداعيات بثبات وقوة، وتم تنفيذ سلسلة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية، وده لتقليل أثار موجات التضخم العالمية. السيدات والسادة، الحضور الكريم، شعب مصر العظيم، إنه لمن حسن الطالع ومن دواعي سروري أن أستهل زياراتي الميدانية في مطلع عامنا الجديد 2023 بزيارة محافظة سوهاج قلب صعيد مصر الطيب، أرض الخير والأصالة وبلد الحكمة التي عرفت أرضها الحضارة منذ آلاف السنين حين شرع أجدادنا في عمارة الأرض وبنائها. ولا أخفي عليكم بالغ سعادتي بوجودي وسط أهل سوهاج بصفة خاصة وأهل الصعيد
بصفة عامة، ولا سيما وهم أهل الكرم والطيبة والشهامة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصري العظيم، ذلك الشعب الأبي الكريم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة. السيدات والسادة، أهلنا الكرام في صعيدنا الطيب، إن الفخر قد بلغ بي مبلغه، ونحن نشهد اليوم معاً تلك الإنجازات تتحقق، والحلم الكبير لوطننا قد بدأت ملامحه تشكل واقعاً ملموساً على الأرض. وقد كانت هذه الإنجازات ممتدة جغرافياً ومتكاملة قطاعياً، وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على إحالة الحلم لحقيقة وصناعة الأمل بالعمل. وقد ازداد فخري ونحن نشهد معاً ملاحم البناء تمتد لكل ربوع الوطن، وفي مقدمتها صعيدنا الطيب والذي عانى كثيراً، ولذلك فقد كانت توجيهاتي واضحة لكافة أجهزة الدولة بوضع تنمية الصعيد في أولوياتها، وتكامل جهودنا لتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن، سواء على مستوى الخدمات المقدمة له وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، أو لبناء وتطوير البنية التحتية، وذلك بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها لتعزيز أصول الدولة ورفع قيمتها لدعم الاقتصاد. وأنني أؤكد لكم بشكل قاطع وبإرادة حقيقية بأننا ماضون قدماً في مسيرة تطوير صعيد مصر، والعمل بكل جد وبذل كل جهد يحقق لأهالينا في الصعيد ما يستحقونه من تنمية واستقرار وجودة الحياة. شعب مصر العظيم، تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إتمام عامها الأول، وهي الحرب التي بدأت وزحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي، وضعفت منها ولم ينج من تلك الآثار قاد أو دان، وعانت الاقتصادات العالمية معاناة كبيرة تسببت في تداعيات سلبية على كل دول العالم. وفي مصر واجهنا ولا نزال هذه التداعيات بثبات وقوة، مستفيدين من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعنا فيها وانعكست آثارها على قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية. وقد كانت فلسفة إدارة هذه الأزمة قائمة في المقام الأول على بذل الجهود لتقليل آثارها المباشرة على المواطن من خلال تنفيذ سلسلة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والعمل على تقليل آثار موجات التضخم التي ضربت العالم وألقت بظلالها علينا جميعاً. وبالتوازي مع تلك الإجراءات، فقد عملت الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب استثمارات مباشرة لدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتنفيذ مبادرات واستراتيجية توطين الصناعة المحلية ودعم الصادرات لتقليل ميزان العجز التجاري، وبما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الاستيرادية السنوية. وأنني أؤكد لكم بكل صدق وتجرد أننا ورغم كل الصعاب سنمضي معاً ليس فقط لعبور الأزمة، ولكن لصناعة مستقبل باهر بإذن الله يليق بتضحياتنا، ونفتخر ونحن نقدمه للأبناء والأحفاد.
إنني أتحدث إليكم وأنا على يقين في قدرات أمتنا وثقة في أبنائها وأمل في مستقبلها. ومصر الوطن العظيم الذي علم الدنيا ومن عليها كيف تصنع الحضارة والمعجزات، قادرة بنا على كتابة التاريخ مرة أخرى بصياغة مصرية وطنية، وبسواعد أبنائه ستتحقق الأحلام، وبإرادتهم سنجتاز التحديات، وبنا جميعا بإذن الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع بعده نكمل باقي فقراتنا. مساء عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد في ساعات الصباح الأولى ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، والنهاردة كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفي فرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة وإيه الظواهر الجوية، يعني هل في استقرار في انخفاض يعني درجات الحرارة المنخفضة استقرين عليها، ولا لسه ما زال في استمرار في انخفاض درجات الحرارة، سقوط أمطار، في رياح؟ طبعا الشبورة متابعة معنا ومكملة معنا يعني لآخر موسم فصل الشتاء، فطمنينا على تفاصيل الأخبار النهاردة. احنا بالفعل اليوم وغدا كمان بنشهد مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، استقرار في الاحوال الجويه وانحسار فرص سقوط الامطار فقط في السواحل الشماليه للبلاد، ودي المحافظات المطله على البحر المتوسط من طبعا مطروح، العلمين، الاسكندريه، شمال الوجه البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، بعض المناطق كمان من جنوب محافظه البحر الاحمر زي حلايب، شلاتين، مرسى علم. المناطق دي كلها معرضه لسقوط امطار خفيفه على فترات متقطعه من اليوم، فرص الامطار ضعيفه وغير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. باقي مناطق الجمهوريه بتشهد مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، رغم زياده فترات سطوع اشعه الشمس فتره النهار الا ان درجات الحراره انخفضت خلاص، احنا في فصل الشتاء. في فتره النهار العظمى على القاهره الكبرى بتراوح ما بين 19 وال 20 درجه مئويه خلال فتره النهار، يعني مع سطوع اشعه الشمس بنحس بالطقس الشتوي اللطيف تماما على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، يمكن كمان الاجواء بتكون لطيفه تماما على محافظات شمال الصعيد، معتدله ودافيه على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده مع سطوع اشعه الشمس او خلال فترات النهار. لكن اول ما اشعه الشمس بتبدا تغيب بنبدا نحس بانخفاض درجات الحراره، بتنخفض اكثر في ساعات الليل المتاخر وفترات الصباح الباكر، وبنحس بالاجواء ما بين البارده الى شديده البروده على اغلب مناطق الجمهوريه، لان في بعض المناطق من الجمهوريه زي المدن الجديده وشمال الصعيد درجات الحراره الصغرى فيها بتنخفض لاقل من 10 درجات، يعني توصل ل 8 و7 درجات احيانا على محافظات شمال الصعيد. بالإضافة كمان مع الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هو تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. طبعا الشبورة المائية كثافتها بتبدأ تزيد بشكل كبير في فصل الشتاء، وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة فترات الليل، فكثافة شبورة مائية زادت يعني انخفاض في الرؤية الأفقية بشكل كبير. فمهم جدا ننصح كل قائدي مركبات ومسافرين على الطرق في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر لازم تبقى دايما القيادة معاها
بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارة. بالإضافة كمان إحنا بنقول الأجواء دي مكملة معانا إن شاء الله على مدار يعني الأيام القادمة، فناخد بالنا من الشبورة المائية. انخفاض درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل هيستمر معانا يعني على مدار الأسبوع القادم إن شاء الله. هو طبعا مش بيبقى انخفاض ملحوظ لأن أجواء شتوية، لكن ما بين 19 والعشرين على القاهرة الكبرى فترات الليل هنحس بيها، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح بيزود دايما إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. نشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي بسرعة تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ بالقاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 11، العاصمة الإدارية العظمى فيها 19 والصغرى 11، اسكندرية 20-13، العلمين الجديدة 19-12، مطروح 19-13، دمياط 20-11، بورسعيد 19-14، إسماعيلية 21-12، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 11، العريش 19-12، كاترين 14-4، طابة 19-11، حلايب 21-14، شلاتين 24-14، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 22-14، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 10، بني سويف 20-9، الوادي الجديد 20-10، أسيوط 19-8، سوهاج 20-9، قنا 20-9، الأقصر 21-8، وأخيرا أسوان العظمى 22 والصغرى 11. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة، كمان حالة الطقس النهاردة اللي تابعناها مع الدكتورة منار. نخلي بالنا على الطرق الساحلية والصحراوية والزراعية عليها شبورة ممكن تبقى كثيفة، ناخد بالنا من التعليمات المرورية عشان نوصل أشغالنا وبيوتنا بألف سلامة. نرجع مرة تانية لشازلي وباسانت نكمل معاهم باقي فقرات. شكرا لك يا لمي. امبارح كمان كان عندنا اخبار كتيره جدا واحداث مهمه، وابرزها متابعه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من ملفات وزاره قطاع الاعمال العام، وتفقد كمان الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه المدينه الصناعيه الغذائيه سايلو فودز بمدينه السادات، وتهنئه القوات المسلحه للاخوه المسيحيين بمناسبه الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. تفاصيل اكتر في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من ملفات وزارة قطاع الأعمال العام، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تحقيق الإدارة المثلى للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والأصول المملوكة لها، باعتبار أن هذا القطاع ركيزة رئيسية في النهوض بقطاع الصناعة اللي بيمثل قاطرة دفع الاقتصاد الوطني. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، وده في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لكافة الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة. وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مصنع الروتو ومحطة إعادة تدوير المذيبات والمعمل المركزي وعدد من مصانع المنتجات الغذائية بالمدينة. امبارح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء فيها: أعرب لقدستكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم المضيئة دفاعاً عن القيم والمبادئ الوطنية لأمتنا المصرية، وأن أحيي فيكم عطاء وتضحية رجال القوات المسلحة من الإخوة الأقباط وحرصهم على الوصول بأدائهم لمهمهم إلى أرقى المستويات، مؤكدين ولائهم المطلق لمصر ولشعبها العظيم. امبارح برضو المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع المجتمع المدني في كافة المجالات ودعم مخططات التنمية الشاملة للدولة، نظمت قيادة الجيش الثاني الميداني مؤتمر تنسيق مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة لبحث سبل التعاون المشترك في شتى المجالات، وتضمن المؤتمر عرض تفصيلي لجهود الجيش الثاني الميداني في خدمة المجتمع المدني في كافة المحافظات اللي بتقع في نطاق المسؤولية.
أما في جولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، واللي منها إنجاز محافظة اسكندرية 100% من الشكاوى المقدمة على بوابة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحرير 859 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين في كفر الشيخ، أيضا صرف الدفعة 170 من قروض مشروعات شباب الخريجين في الدهلية، وأخبار تانية هنعرفها من التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الإسكندرية اللي أعلنت عن إنجاز الشكاوى المقدمة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بنسبة 100%، وده في إطار استراتيجية الدولة للتعامل مع الأزمات والاستجابة لشكاوى المواطنين. في كفر الشيخ تم تحرير 859 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن قرارات التقنين بتعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، وأشاد بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين. في بورسعيد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن السفينة المكتبة لوجوس هوب فتحت أبوابها للزائرين والراغبين في الصعود على متنها والتجول بداخل مكتبتها اللي بتضم 50,000 كتاب، ودي بتعتبر أكبر مكتبة عائمة في العالم. في الغربية انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا لقرية الرجدية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى مجاناً، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1380 حالة من خلال 15 عيادة. في أسوان حصل المحافظ اللواء أشرف عطية على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى العالم العربي، وده خلال مسابقة التميز الحكومي العربي اللي بتمنحها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات. في الدقهلية تمت الموافقة على صرف الدفعة 170 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد بإجمالي 950 ألف جنيه موزعة على 13 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة. في القليوبية أعلنت مديرية القوى العاملة توفير 235 فرصة عمل بالقطاع الخاص في العديد من التخصصات برواتب مجزية، مع توفير التأمين الصحي والاجتماعي في 12 شركة بمرتبات تبدأ من 2400 جنيه. في دمياط قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدفع بسيارات محملة ب 20,400 طن من الرز المعبأ الفاخر درجة أولى على الوحدات المحلية بدمياط وفرسكور والروضة وكفر البطيخ، وده لبيعهم بسعر 15 جنيه للكيلو. دلوقتي طبعا هنتابع مع حضراتكم اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، وكمان المباريات اللي هتتلعب في الدوري الاسباني وانطلاق بطوله خليجي 25 في مدينه البصره بالعراق. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة عن التيسير في العبادات والسماحة في المعاملات، وأكدت على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، والالتزام بمدة الخطبة في حدود 10 دقائق. النهاردة واحتفالاً بالعام الجديد هتشارك عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم كضيف شرف مع فريق بغدادي بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي خلال الحفل المقام الساعة 8 بالليل على المسرح الصغير بدار الأوبرا. النهاردة هتنطلق مباريات دور المجموعات لبطولة خليجي 25 اللي بتستضيفها مدينة البصرة العراقية بمشاركة 8 منتخبات، هي السعودية وعمان واليمن والكويت وقطر والإمارات والبحرين إضافة للعراق المضيف، واللي هيواجه نظيره منتخب سلطنة عمان على استاد البصرة الدولي الساعة 7 بالليل بتوقيت بغداد. لعشاء الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في افتتاح الجولة 16 من عمر المسابقة، هيلتقي إلتشايا مع سالتا فيجو الساعة 7:30 مساء، والساعة 10 مباراة قادش مع فالنسيا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير وإعزاز لجموع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سوهاج أنه يشعر بالفخر بالإنجازات التي تحقق الحلم الكبير للوطن. وقال الرئيس السيسي إن الحرب الأوكرانية الروسية تقترب من عامها الأول، وهي الحرب التي زاحمت وباء كورونا في تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي، مضيفا أن مصر واجهت هذه التداعيات بثبات وقوة واستفادت من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة وانعكست أثرها على قدراتها في مواجهة تلك الأزمة العالمية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية وخلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة سوهاج، قال الرئيس السيسي إنه يجب أن نسعى نحو أحلامنا وأن نصدق أننا نستطيع تحقيقها. أضاف أيضا الرئيس السيسي أن موقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن حجم الاستثمارات في سوهاج منذ عام 2014 بلغ 102 مليار جنيه. وفي كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج أشار مدبولي إلى أن تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولويات الدولة. كما أوضح رئيس الوزراء أن محافظة سوهاج كان لها نصيب كبير في المشروعات الإسكان بأكثر من 23 ألف وحدة إسكان. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن روسيا تسعى إلى هدنة لاستخدامها غطاء لوقف تقدم أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية وجلب المزيد من الرجال والمعدات. وأضاف زيلنسكي في خطابه الليلي الذي تحدث فيه باللغة الروسية أن الروس يريدون الآن استخدام عيد الميلاد غطاء، مشددا على أن الحرب ستنتهي عندما يرحل الجنود الروس أو يتم طردهم. أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الطريق الوحيد لاستعادة السلام في الأزمة الأوكرانية هو أن تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا. ووصف ميشيل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في أوكرانيا بالنفاق، مضيفا أن الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد زائف. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا في بيان مشترك عن عزمهما على تسليم أوكرانيا مركبات مشاة قتالية من طراز برادلي من الجانب الأمريكي ومردر من الجانب الألماني. وتعهدت ألمانيا بتعزيز مساعدتها العسكرية إلى أوكرانيا وتزويدها بمنظومة دفاع جوية من طراز باتريوت. وأتى أيضا الإعلان عن هذه الإمدادات الجديدة بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز. وقد أعرب الزعيمان عن عزمهما المشترك على دعم أوكرانيا وفق ما جاء في البيان. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. مصانع السكر بدأت موسم العصير لمحصول قصب السكر في أسوان، والمصانع دلوقتي بتشهد انتظام عملية التوريد من المزارعين، وفي تسهيلات كتيرة قوي بتحصل وبتتم لتوريد أكبر قدر ممكن من المحصول عشان يكون في وقت قياسي. معانا على الهاتف المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة بأسوان، نعرف منه كافة التفاصيل. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل يا أستاذ. أهلا بيك يا فندم. يعني كل عام بخير ومصر كلها بأحسن حال إن شاء الله. وحضرتك بألف خير. يعني حابين نعرف منك طبيعة الموسم السنة دي وجودة محصول القصب وكمان الكميات. والله حضرتك الحمد لله في هذا العام إن شاء الله افتتح معالي الوزير المحافظ اللواء أشرف بيك عطية شارة البدء باستقبال موسم التوريد محصول قصب السكر
في مصنع سكر كومومبو بمحافظة أسوان يوم الأربعاء 23/12/2022، وإن شاء الله موسم مبشر. وإحنا عندنا في محافظة أسوان منزرع بمحصول القصب، هو المحصول الأول الاستراتيجي، حوالي 88,400 فدان حضرتك. إن شاء الله إحنا نتمنى من الله العلي القدير إن شاء الله يبقى فيه محصول جيد. وفي طبعا إحنا كمدير زراعة، فمباشرة هذا المحصول من بداية الزراعة حتى الحصاد، لا إن شاء الله يبقى فيه محصول جيد ومبشر بالخير للمزارعين وللدولة. عظيم. باشمهندس محمد، لو هنقارن ما بين محصول السنة دي ومحصول السنة اللي فاتت، هل في نسبة تغيير أو زيادة؟ وهل هذه الزيادة نتيجة توسع رأسي ولا أفقي؟ والله ما عليك، هو الناحيتين. بداية طبعا السنة دي إن شاء الله هيبقى في متوسط إنتاج هيبقى أعلى للفدان، وفي نفس الوقت حضرتك برضو بالنسبة لا في توسعات أفقي ورأسي من ناحيتين، في تكثيف في الزراعة وفي توسع في الزراعات الجديده، وخاصه في كوبومبو وادي النقره ووادي صعيده في إدفو. عظيم. طيب لو هنتكلم عن الجوده، لا الجوده ان شاء الله احنا بنبشر اخواننا المزارعين. طبعا اطلق فخامه السيد رئيس الجمهوريه طبعا، واحنا محافظه اسوان حبت في محطتين بانتاج زراعه شتلات القصب، الأولى في مركز كوبومبو على مساحة 26 فدان تنتج 15 مليون شتلة كل 3 شهور، والثانية بقرية الأشراف بوادي صعايدة بمركز إكفو محافظة أسوان على مساحة 90 فدان تنتج 80 مليون شتلة، والشتلة طبعا بتطلع على ارتفاع من 20 لـ30 سنتي، معاملة كيميائيا ضد الأمراض والفطريات وفي بيئة مناسبة. وفي نفس الوقت احنا بنوفر على المزارع 3 شهور من الزراعه، وفي نفس الوقت بتدي انتاج عالي، بتوصل متوسط انتاج الفدان من الزراعه بالقصب بشكل حضرتك بتوصل ل 70 طن. احنا عندنا متوسط انتاج القصب بالنسبه بالعقله 35 طن للفدان، لا حاجه فيه. وفي نفس الوقت ممكن اشتغل فيه كترقيع بالنسبه للزراعات القديمه من محصول القصب. لا ان شاء الله دي احنا المحطتين دول مش موجودين ولا في افريقيا ولا في الدول العربيه، والحمد لله محافظه اسوان طبعا تحت رعايه فخامه السيد رئيس الجمهوريه حبى اسوان بهذين المحطتين، وفي نفس الوقت ان شاء الله ده هيساهم في زياده انتاج محصول القصب ان شاء الله في العام القادم، وهتبتدي ان شاء الله في الموسم الربيعي زراعه بالزراعه بالشكل بالقصب في محطة كومبو إن شاء الله. والدولة والقيادات السياسية بتولي اهتمام كامل بمحصول القصب. أكيد. طبعا ده بالنسبة محصول استراتيجي، وفي نفس الوقت طبعا ده لا غنى عنه بالنسبة للفرد والمجتمع. أكيد. طيب باشمهندس محمد، يعني هل التوريد ليه عدد أيام معينة ولا لما بيخلص الكمية بس كده خلاص، يعني حسب الكمية بتبقى إيه؟ لا هو بيبتدي حضرتك من نهاية شهر ديسمبر، واحنا تحديدا السنه دي ابتدى في مصنع كومومبو في 23 ديسمبر، غالبا بينتهي في نص شهر مايو. ماشي، حلو قوي. طيب اسعار التوريد عامله ايه يا باشمهندس؟ والله الحمد لله القياده السياسيه استجابت لارتفاع الاسعار وزودت سعر طن القصب الى 1100 جنيه للطن الواحد. كان السنه اللي فاتت والسنين السابقه 820 جنيه للطن، ودي طبعا الدولة بتتماشى مع زيادة الأسعار وبتنصف المزارع، وفي نفس الوقت احنا نتمنى برضو زيادة برضو بالنسبة لمحصول القصب بالنسبة للثمن حتى يكون مجزي للمزارعين، أو حتى طبعا احنا في تكاليف برضو عالية بالنسبة في استهلاك وإنتاج محصول قصب السكر. طيب لو بنتكلم على أبرز التسهيلات اللي يمكن الدولة وفرتها أو تم التركيز عليها للمواطنين يعني في عملية توريد القصب بالذات، كانت إيه يا فندم؟ والله بداية احنا كدولة وفرت السماد، والحمد لله السنة دي بداية ما كان في أي مشاكل للسماد، السماد كان متوفر من بداية الموسم حتى تاريخه الحمد لله. ثانيا طبعا بالنسبة للتعاقدات بالنسبة للمزارعين في سهولة ويسر عن طريق بالنسبة للجمعيات الزراعية والإدارات الزراعية،
ومكاتب الزراعة بمصانع سكر سواء كومومبو أو إتوا. إحنا عندنا في محافظة أصنعين للسكر في مصنع كومومبو في مركز كومومبو والثاني في إتوا في مركز إتوا، ولا في تسهيلات بالنسبة للتوريد وفي نفس الوقت بتدي برضو سلف أحمية للمزارع بتبتدي حضرتك من بداية شهر أكتوبر شهر 10. أي واحد عايز فلوس نقدية بياخدها عن طريق البنك التنمية أو البنك الزراعي حاليا، البنك الزراعي المصري. طبعا ده في توفير على سبيل أنه يقدر يدفع المحصول بتاعه ويورده للمصانع في سهولة ويسر. تمام، ده ضمن الزراعات التعاقدية يا فندم؟ بالضبط كده، بيعتبر محصول تعاقدي الأول في محافظة أسوان. طيب ده عظيم جدا، بكل تأكيد أن القصب والزراعه بشكل عام متاثره بالتغيرات المناخيه وارتفاع درجه حراره الارض اللي بتؤدي الى ظهور بعض الحشرات والافات. هل ده كان موجود عندكم ولا لا؟ وازاي المديريه قدرت تساعد المزارعين والفلاحين في مكافحه هذه الافات؟ والله الحمد لله احنا اقل ضررا بالنسبه للتغيرات المناخيه، وطبعا ليها اثار سلبي بالنسبه على جميع الزراعات وخاصه بالقطاع الزراعي تحديدا. احنا مديرية الزراعة الحمد لله عن طريق إدارة المكافحة الآفات والإدارات بالتنسيق مع الإدارات الزراعية لا بتقوم بدور بارز وحيوي في مقاومة أي أمراض وخاصة الحشرة القشرية ودودة القصب الكبرى والصغرى، لقوا جميع الأمراض. وفي نفس الوقت بنعمل حملات بالنسبة حملتين بالنسبة للقوارض عشان الفئران ده العدو الأول بالنسبة لتدمير محصول قصب السكر. لا بيعملوا في نفس الوقت الزملاء المرشدين الزراعيين بنعمل حقول استرشادية الزراعية بقوم على أكمل وجه. بقول لحضرتك بنعمل حقول استرشادية في ندوات إرشادية مكثفة بيستعمل حضرتك في الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية، وبنطلع برضو حقلي. وفي نفس الوقت طبعا عن طريق الكشافين بيبقى في مرور دوري في حال الظهور اي اصابه لا بتتقاوم على طول في وقتها. وفي نفس الوقت طبعا الوزاره بتولي اهتمام في توفير المبيدات اللازمه للمقاومه سواء مقاومه كيميائيه او مقاومه حيويه. كل الشكر ليك المهندس محمد محمدين وكيل وزاره الزراعه باسوان، شكرا ليك يا فندم، بنتمنى لكم التوفيق. طيب بكل تأكيد النهضة اللي بيشهدها صعيد مصر واللي اتكلم عنها سيادة الرئيس خلال زيارته لسوهاج امبارح مش بس في الصناعة والمدن الجديدة، لكن كمان في نهضة زراعية كبيرة جدا قدرت انها تزود المساحات المنزرعة والمحاصيل ووقفت كمان زحف العمران على الأراضي الزراعية، واللي هيكلمنا عنها دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور، تحياتي لحضرتك. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نتكلم مع حضرتك عن الوضع بشكل عام في صعيد مصر، كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي؟ خلينا اقول لحضرتك ان احنا كلنا ابناء الصعيد وانا واحد من ابناء الصعيد من محافظه سوهاج. كل الشكر والتقدير لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته لتنميه وتطوير وجوده الحياه لابناء الصعيد. كلنا نعرف وانا واحد من الناس اللي قضيت تعليمي الابتدائي والاعدادي والثانوي في قريتي في سوهاج، وكانت معاناه كبيره جدا 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 في وسائل النقل في التحركات حتى في مستوى التعليم، وانت عشان تروح مدرسه ثانوي من قريتك عايز تمشي 5 كيلو او اكثر، مفيش شبكه طرق، مفيش سيارات تنقلك، كانت معاناه كبيره جدا. وهنا بتكلم على الجزء المتعلق بالتعليم وقيس عليه باقي الخدمات الاخرى اللي احنا عشناها كجيلنا والجيل حتى اللي بعدينا يعني. وبالتالي كان الخمس سنوات الماضيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يعني حريص مع الحكومه على تطوير وتنميه الصعيد في كل القطاعات المختلفه، وكنا سعداء واحنا موجودين مع فخامته امس في سوهاج في افتتاح المشروعات وحياه كريمه في القرى. وخلينا حتى الارقام اللي ذكرها دوله رئيس الوزراء، لما تلاقي محافظه سوهاج عدد سكانها 6 مليون نسمه تقريبا، اللي استفادوا من حياه كريمه في المرحله الاولى تقريبا حوالي 2.5 مليون من الاجمالي الست، هيستكمل باذن الله الباقي في المرحله الثانيه لحياه كريمه. 13% من اجمالي حياه كريمه على مستوى الجمهوريه كان خاص بمحافظه سوهاج، لان كانت محافظه سوهاج هي محافظه طارده للسكان من المحافظات الاكثر احتياجا على مستوى الجمهوريه. عايز اقول لحضرتك وانا واحد من ابناء هذه القرى في رضا كبير شعبي على ما بذله السيد الرئيس والحكومه خلال السنوات الماضيه، وهيستكمل. ويمكن شفنا
حتى تحديدا في سوهاج المحور بتاع قمة، لان الناس حتى اللي بتتكلم على الطرق من غير ما يبقى عندك ربط يعني على نهر النيل الشرق والغرب، وبالتالي لما تعمل محور طريق المحور ده بيوصلك للارض القابله للاستطلاع، بينقل الكتله السكانيه من التعدي عليها في الوادي والدلتا في الساحات القزميه ان نتوسع في الصحراء. عايز اقول لحضرتك الجامعه اللي احتضنت امبارح الاحتفاليه هي موجوده اصلا في المنطقه الصحراويه في الجبل الغربي، وبالتالي حتى مطار سوهاج نفسه لما تم انشاؤه في 2005 اتعمل في المنطقه الجبليه المنطقه الصحراويه. لما بيتعمل طريق عشان توصل للمطار او توصل للجامعه ويبقى فيه كتله سكانيه بتنقل كل الكثافه السكانيه من التعدي على الاراضي الزراعيه، وبالتالي بتعمل مجتمعات جديده في المناطق فيها خدمات فيها جامعه فيها مستشفيات الى اخره. كان توجيه السيد الرئيس امبارح واحنا كلنا يعني سعداء، قال لك الله طب المنطقه الجبليه دي من ده ما عملنا شبكه الطرق ما نعمل توسع عمراني فيها. وده خلينا اقول لحضرتك ان كان في 2005 2006 كان في مشروع لانشاء قرى صغيره لم يكتب له النجاح، كان الهدف منه برضه ان انت تنقل الكتله السكانيه من المناطق الزراعيه عشان ما يحصلش تعدي للمناطق، ولكن كان في تحديات قد يكون ما كانش في تمويل مالي. لا النهارده تقريبا كل الكتله السكانيه بتتجه غربا ناحيه المنطقه الجبليه، وده بيكلف الدوله ميزانيات ضخمه جدا، وبالتالي اصبح ضروره حتميه، وده اللي بيعمله السيد الرئيس وبتعمله الدوله. لما نتكلم على قطاع الزراعه وحضرتك سامع زميلنا كان بيتحدث معاه حضرتك من أسوان، الزراعة قطاع مهم جدا، قطاع خاص بالأمن الغذائي اللي هو في النهاية أمن قومي، وبالتالي الدولة ويمكن محصول القصب اللي كان بيتكلم عليه الزميل المحترم، احنا كل مساحات القصب اللي مزروعة عندنا في مصر تقريبا حوالي 320 ألف فدان في الست محافظات بتوع الصعيد، ولكن خلينا ناخد بالنا ان احنا عندنا 650 ألف فدان مزروعة بنجر في شمال الدلتا، وبالتالي اللي بيشكل الجزء الاكبر من انتاج قصب السكر من انتاج السكر هو بندر السكر. وعشان كده لما كان توجه رفع الاسعار بتاع توريد قصب السكر تبعها ايضا رفع التوريد بتاع بندر السكر والطن ب 1000 جنيه، قصب السكر 1100 والبندر برضه 1000 جنيه عشان يبقى في عائد اقتصادي لاهالينا الفلاحين سواء في شمال الدلتا اللي زارعين بندر او حتى اللي زارعين قصب سكر. ولكن التحدي الرئيسي زي ما حضرتك كنت بتسال التغيرات المناخيه. النهارده قصب السكر بيستهلك كميه ميه كبيره، ولذلك مركز البحوث الزراعيه انشا تجربه هايله اللي هي زراعه القصب بالشكل عشان يوفر التكاليف، وزراعته ايضا بالتنقيط عشان نوفر الميه. وبالتالي هذه المشروعات والحقول الارشاديه اللي بتقام عليها عشان نوفر في كميه الميه لابد ان احنا نتحول لزراعه القصب بالتنقيط بدل ما احنا بنزرعه بالغمر بيستهلك كميه ميه كبيره. في نفس الوقت بدل ما انا بزرعه بالعقله لا ازرعه في الشتلات، ودي تجربه عملها مركز البحوث واقام مشات اللي هي اعتقد في الاقصر ايضا وفي اسوان، وبالتالي ده كل ده بتعمله الدوله عشان تتكيف مع التغيرات المناخيه في قطاع الزراعه. وهنا بدي حضرتك طيب مثل دكتور بس فقط على قصب السكر. دكتور سيد بعد التحيه، يعني شفنا امبارح كمان حديث عن الاعلاف كان حديث مهم جدا، ازاي ممكن المشاريع دي تساهم في تحقيق الامن الغذائي؟ طبعا انا بشكر حضرتك على الطرح ده، لان طبعا احنا عندنا الانتاج الحيواني والانتاج الساجني بيستهلك كميه علف كبيره جدا من الذره، وبالتالي احنا انتاجنا من الذره في مصر تقريبا السنه دي كان عندنا حوالي 6 مليون طن من الذره، ولكن بنستورد كميه تقريبا زيهم او اكثر شويه، وبالتالي دي بتحمل الموازنه العامه للدوله مبالغ كبيره جدا. الحاجه المهمه جدا ان احنا لابد نحدد اسعار حقيقيه واقعيه للمحاصيل من خلال دراسه حقيقيه، ويكون السعر اللي انا بحدده او سعر الضمان زي ما بيسموه وزاره الزراعه وزاره التموين يكون سعر مرن، لان انا لما احط النهارده السعر ويحصل تغيرات عالميه في زياده مدخلات الانتاج لابد ان انا السعر ده يكون بتاعي مرن بحيث ان انا احركه عشان اعوض المزارع، لان في النهايه المزارع ده هو واسرته لو ما خدش عائد مجز كويس هيعيش ازاي؟ وبالتالي انت محتاج كحكومه دايما تحط اسعار مرنه للمحاصيل الزراعيه عشان تشجع الفلاح ان هو يزرع ويحصل على اعلى انتاجيه ويخدم ارضه كويس، في نفس الوقت يكون السعر بالنسبه له مرضي عشان يعيش حياه كريمه هو واسرته. عظيم. دكتور سيد، واحنا بنتكلم عن المشروعات اللي حصلت والنهضه التنمويه اللي حصلت في صعيد مصر، احنا دلوقتي هنتحدث بالتفصيل عن النهضه الزراعيه بمحضرتك نقيب الزراعيين.
هنا عايز اتكلم عن حجم المشروعات وحجم الانفاق على المشروعات الزراعيه ودعم القطاع الزراعي تحديدا في صعيد مصر، وانعكاسات ده كمان على من قطاع الزراعه، انعكاساته على الناتج المحلي. صحيح. شوف يا استاذ محمد، في ال 2000 او بدايه ال 2000 عملوا طريق الصعيد الغربي اللي هو بيبدا من الجيزه او من 6 اكتوبر لغايه اسوان. الطريق ده بينه وبين القرى بتاعت الصعيد تقريبا بتتراوح من 20 ل 25 كيلو. لما اتعمل هذا الطريق اصبح المساحات اللي ما بين القرى على نهر النيل والطريق الصحراوي الغربي كلها اتزرعت. شوف انت لما بمجرد ما بتعمل طريق بتحصل التنميه فيها ايه؟ بتبدا الناس تتحرك، تشوف صحيح. الميه، تشوف الارض الصالحه، اصبح دلوقتي طريق الصعيد الغربي هو طريق زراعي، الزراعه عدت غرب الطريق كمان. وقيس عليها، وده هنا رد على ناس كثيره جدا، وانا بقول لحضرتك واحد بمشي على الطرق ومن ابناء الصعيد، النهارده كل المساحات دي اتزرعت، وبالتالي انت عشان توصل للمساحات القابله للاستزراع والاستصلاح واللي فيها موارد ميه لابد يكون عندك في الاول طريق، من غير الطريق مش هتقدر تعمل ده. لما تتكلم النهارده لما اتعمل الطريق ده وصلنا لمنطقه غرب المنيا اللي فيها مزروع دلوقتي مساحات كبيره تبع شركه الريف المصري وفيها توسعات جديده، ايضا هذا الطريق وصلنا لقريه المراشده في هنا وغيرها من الطرق، حتى جنب مطار سوهاج في قريه الكوامل النهارده في الاف يعني مئات يعني الالاف من الابدنه مزروعه في المناطق الصحراويه دي نتيجه هذه الشبكه من الطرق اللي هي وصلت الناس للارض القابله للاصلاح والاستزراع. النهارده مشروعات التنميه الزراعيه في الصعيد سواء كانت في توشكا او في منطقه العوينات او في غرب المنيا دي كلها بتتيح فرص عمل لاهالي الصعيد. صحيح، وحضرتك اشرت النقطه غايه في الاهميه بالمناسبه، وهي فكره ان الطرق بتساعد الناس ان هي تبني حياه جديده في الاماكن اللي الطرق بتعدي منها. نفتكر من فتره كده مثلا لو هنرجع ورا 20 سنه ولا حاجه، كان في مدن جديده بتتعمل، لكن عشان ما كانش في طرق بتخدم هذه المدن الجديده، مدن سكنيه، فكانت بتبقى طارده للسكان اكتر منها من المفروض ان يكون جاذبه للسكان. يا استاذ محمد عايز اقول لحضرتك محور تيما ده، كوبري تيما ده بدا العمل فيه في 2006 وانا قريتي جنب هذا الكوبري. الكوبري ده قعد 10 سنين متوقف ما فيش تمويل لغايه لما جه السيد الرئيس في 2017 وادى تكليفات وتم تنفيذ هذا المحور. فانت بتتكلم النهارده على تحديات، وكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس. وانا طيب كمواطن هنا كمواطن ده فرق عندك في ايه؟ يعني حضرتك من ابناء القريه. لا فارق معايا كتير جدا، انا كنت عشان اروح قريتي بالعربيه اخد 7-8 ساعات، انا كنت عشان اركب القطر من القاهره او محطه الجيزه لغايه سوهاج اخد 10 ساعات، النهارده بالسياره 3 ساعات او في بلدنا على الطريق الصحراوي الغربي او طريق الجيش الشرقي، كل ده نقل وحسن وخلى فيه رضا شعبي. انت كنت بتعاني معاناه كبيره جدا عشان توصل حتى لقريتك او اهلك عشان تزورهم. طيب خلينا نتكلم عن يمكن موضوع تاني كمان مهم، وهو الزحف العمراني، ازاي نجح وقف الزحف العمراني على الاراضي الزراعيه في حمايه الناتج الزراعي، بالتالي اكيد زياده الرقعة الزراعيه. اولا التشريعات اللي خدها البرلمان، القرارات الاداريه اللي الدوله خدتها وبدات تنفذها بصرامه، في نفس الوقت الاجراءات اللي خدتها الدوله سواء بالطرق وانشاء مجتمعات جديده في المناطق الصحراويه او حتى القانون التصالح على المخلفات المباني، وانه بيسمح في الريف ان هو يبني دور واثنين وثلاثه اللي هو يعني التوسع الافقي الراسي بدل الافقي، كل ده حد كثير جدا جدا من التعديات على الاراضي الزراعيه. وبرضه استاذه بس انت عايز اقول لحضرتك جامعه سوهاج دي يعني مدينه سوهاج الجديده اللي كنا موجودين فيها قبل صدر القرار بتاع انشائها 2006، ودوله رئيس الوزراء قال لغايه 2014 كان ساكنها العشرات، النهارده فيها الالاف من الوحدات السكنيه وفيها مقر الجامعه وفيها عدد كبير من السكان. فانت النهارده لما تعمل بنيه اساسيه وتقدم خدمات الناس كلها بتكون راضيه وبالتالي بتنتقل للمكان، انما ما فيش خدمات هيبقى في صعوبه حد ينتقل لهذا المكان. أكيد. كل الشكر ليك دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، شكرا يا فندم على طبعا مداخلتك القيمة معنا. دلوقتي مشاهدين هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات.
برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل، وخلونا دلوقتي نروح محافظة سوهاج مع مراسلنا محمد رفعت نتابع أهم المشروعات التنموية والخدمية اللي تم افتتاحها في المحافظة. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا بسنت، صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. أقفوا الآن عند أحد المشروعات القومية الهامة التي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال زيارته لمحافظة سوهاج، واللي شملت افتتاح عدد كبير من المشروعات القومية الهامة التي تخدم المواطن السوهاجي. مشروع إنشاء مستشفى سوهاج الجامعي التعليمي الجديد، مشروع ضخم وتكلف مبالغ ربما أكثر تصل إلى 2 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية المختلفة. هذا المكان من المنتظر أن يقدم خدمات طبية وخدمات تعليمية أيضا، مش بس لأبناء محافظة سوهاج ولكن لكل أبناء محافظات جنوب صعيد مصر. محافظة سوهاج كانت في أشد الاحتياج إلى هذا المبنى وهذا الصرح الطبي العملاق. للمزيد حول هذا المكان وما يقدمه من خدمات، يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج. أهلا بحضرتك يا دكتور، وبنبارك لحضرتك على هذا المشروع القومي الهام. لو تكلمنا عن أهمية هذا المشروع وما سوف يقدمه من خدمات طبية وتعليمية لأبناء محافظات جنوب صعيد مصر. أهلا بحضرتك، واسمح لي من خلال يعني ميكروفون حضرتك أنا أنقل تحياتي للأستاذ محمد الشاذلي والأستاذة بسنت المتواجدين معنا في الاستوديو الرئيسي للقناة الأولى والفضائية المصرية. الحقيقة يعني بالأمس كان يوم عيد لكل الشعب السوهاجي، وأقدر أقول لكل شعب جنوب الصعيد. الحقيقة النهارده يعني منذ 4 سنوات كنا في المكان ده بالضبط، وإحنا بنحط التصميمات الهندسية لهذا المكان مع الشركة المنفذة، كان قطعة من الرمال صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. اليوم كلنا نرى هذا المشروع العملاق الذي قلت عنه كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا. المستشفى الجامعي الجديد يعني إضافة قوية جدا للخدمات الصحية الموجودة بالأصل ضمن مستشفيات سوهاج الجامعية. المستشفى ده بيحتوي على 300 سرير، من يعني الحقيقة الأكثر فيه النوع وليس الكم، يعني هو يحتوي على مجموعة من الوحدات العلاجية النوعية. لو تحدثنا عن وحدة الغسيل الكلوي يوجد به عدد 32 ماكينة غسيل كلوي، لو تحدثنا عن الرعايات الحرجة والمركزة يوجد به عدد 40 سرير لرعايات الحرجة والمركزة، منهم 10 لرعاية القلب و10 لرعاية التخدير بعد العمليات و10 لرعاية الأمراض الصدرية، ودي اللي عانينا منها كثيرا إبان جائحة كورونا والنقص اللي كان موجود في أجهزة التنفس الصناعي في الأمراض الصدرية، والعشرة الرابعة لأمراض السكتة الدماغية والأمراض العصبية. الحقيقة أيضا موجود لدينا 40 حاضنة أطفال، منهم حاضنات للأطفال ناقصي النمو اللي بيتولدوا عن 7 شهور أو 8 شهور، أو دول 20 حضانة. في أيضا 20 حضانة للأطفال اللي مولودين عند تمام الحمل 9 شهور ولكن لهم مشكلات بعد الولادة زي ضيق التنفس أو صفراء حديث الولادة وخلافه. أيضا لدينا مجموعة من الأجهزة النوعية عالية الجودة وعالية التخصصية، مثل جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز الأشعة المقطعية المدعوم بخاصية حقن الصبغة، وهذه الخاصية تغنينا عن إجراء أسطرة القلب لمرضى الأزمات القلبية، يستطيع تحديد مكان انسداد الشريان التاجي وقطر الشريان التاجي، ويستطيع أن أنا بدل ما أعمل لكل الناس أسطرة ويطلع جزء منهم أسطرة تشخيصية مش محتاجين لدعامات، يبقى أقصر الأسطرة على المرضى الذين يحتاجون إلى تركيب دعامات فقط لا غير. أيضا لدينا مجموعة من الأشعة العادية، أجهزة الأشعة العادية وأجهزة وجهاز الماموجرام الذي يستطيع التشخيص المبكر لحالات سرطان الثدي، أيضا مجموعة من أجهزة المناظير للجهاز الهضمي سواء العلوي أو السفلي، وأجهزة الإيكو للقلب، بالإضافة إلى 53 عيادة خارجية تستقبل المرضى كل يوم، ل 16 غرفة عمليات كاملة التجهيز. والحقيقة هذا الصرح العملاق بالإضافة لي في ورانا المبنى التعليمي، المبنى التعليمي مكون من دورين، كل دور فيهم مدرج، وأيضا في 10 فصول دراسية.
نستطيع من خلال المبنى التعليمي ان احنا نستقبل طلاب الطب علشان ننقل لهم ما يجري في غرف العمليات من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس، ونستطيع القيام بتدريبهم في العيادات الخارجيه اللي موجوده بالمستشفى. دكتور مصطفى، ماذا فندم عن الكادر الطبي، توفير الكادر الطبي المطلوب داخل هذا المكان الحيوي، والخدمات المتوقع ان تقدم لابناء يعني محافظات صعيد مصر؟ الحقيقه بالنسبه للكادر الطبي، كليه الطب والمستشفيات الجامعيه في المقر القديم غنيه بابنائها من اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم، والحقيقه احنا حطينا جداول تشغيليه، يمكن بدانا التشغيل التجريبي للعيادات الخارجيه من 5 اكتوبر 21 وثم تشغيل تجريبي للوحدات العلاجيه تباعا. النهارده في تشغيل كامل لكل الوحدات بابناء كليه الطب اللي موجودين على قائمه المستشفيات القديمه، وفي جداول للتبادل بين المقر القديم والمقر الجديد. متوقع ان هذا المستشفى هنخصصه لاستقبال كل حالات الطوارئ والاصابات والحوادث، وخاصة ان هذا المستشفى موجود في نقطة التقاء الطرق الصحراوية الغربية شمالا الى القاهرة وجنوبا الى اسوان، وكمان هو مربوط بمحور شرق النيل مع الطرق الزراعية غرب وشرق النيل، وكمان الطريق الصحراوي الشرقي في طريق اتجاه البحر الاحمر وجنوبا الى قنا وشمالا الى اسيوط. فهو النقطة الحيوية دي بيكثر فيها يعني الاصابات من خلال حوادث الطرق السريعة، فكان هذا المستشفى هو الملجأ لنا علشان نقدر نعالج مش ابناء سوهاج بس، حتى جنوبا حتى حلايب وشلاتين بيجي لنا مرضى، شرقا حتى البحر الاحمر. فهذا المستشفى يعني الحقيقه اضافه قويه جدا للخدمات الصحيه، واحنا شرفنا بالامس بقيام فخامه الرئيس السيسي بافتتاحه كواحد من المشروعات القوميه التي تنفذ الان على ارض صعيد مصر. شكرا جدا، بشكرك بشكل. اذا بالفعل مشروع قومي مهم اضيف الى المنظومه الطبيه هنا في محافظه سوهاج، يعني اذا ما ذكرنا باهم النقاط اللي قام بافتتاحها السيد الرئيس بالامس، مشروع القريه النموذجيه، افتتاح مشروعات القريه النموذجيه في ام دومه ومحور طمه، بالاضافه الى مجمع الصناعات الصغيره، وهذا المستشفى العملاق الذي يقع في غرب مدينه سوهاج عند مدينه سوهاج الجديده. اليكم الكلمه. شكرا ليك محمد رفعت مفادنا من محافظه سوهاج، والشكر موصول لضيفك الكريم. دلوقتي مشاهدينا سريعا هنروح للمياء حمدين ومع مجموعه من الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه، اتفضلي لمياء. شكرا شاذلي، بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. Swallow! وبعد انتهاء المباراة فاز المالي أليو ديانجا لاعب خط الوسط في النادي الأهلي بجائزة رجل مباراة الأهلي وإنبي، وتألق ديانج بشكل كبير خلال المباراة وسجل هدف متميز بمجهود فردي، وده هو اللي ساهم في تعزيز فوز الأهلي. أعلن النادي الأهلي رسميا عن أول صفقاته خلال انتقالات يناير الشتوية واللي انطلقت يوم 1 يناير، وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي عن انضمام خالد عبد الفتاح لاعب سموحة لصفوف الأهلي لمدة 6 شهور، وده على سبيل الإعارة بنية الشراء، وهينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداء من النهاردة بعد انتهاء كل الإجراءات الإدارية مع ناديه. وحصل محمد نجيم مدافع فريق الداخلية على جائزة رجل المباراة في مواجهة فريقه أمام الزمالك، واللي خلصت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وحصل نجيب على الجائزة بعد تألقه الفني طول المباراة. نادي بيراميدز أعلن عن تعاقده بشكل رسمي مع البرتغالي باتيشكو علشان يتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة خلال المرحلة اللي جاية، خلفا لليوناني تاكيس جونياس اللي فسخ عقده مع النادي بالتراضي. نادي ترابزونسبور اللي بيلعب في صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فاز على فريق جيرسون سبور بنتيجة 3-0 خلال فعاليات المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن مواجهات الجولة 17 من منافسات بطولة الدوري التركي الممتاز للموسم الحالي.
فاز فريق مانشستر سيتي على تشيلسي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح على ملعب ستامفورد بريدج في قمة وختام مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023. بالنتيجة دي قلص مانشستر سيتي فارق النقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وحافظ على المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وفريق تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة. تألق الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول في التدريبات اللي أقيمت امبارح استعدادا للمباراة المرتقبة مع ويلفرهامبتون واللي هتتلعب بكرة ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي. كمان شارك اللاعب الهولندي كودي جاكبو في التدريبات الجماعية لأول مرة مع نادي ليفربول، وده بعد انتقاله من آيندهوفن الهولندي. ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين والمتوج بلقب كأس العالم قال: أود أن أشكر الجميع على الاستقبال الذي تلقيته من جميع العاملين وزملائي في باريس سان جيرمان، وسأتدرب جيدا حتى أكون جاهز للمشاركة في المباريات. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش أعلنت انسحاب البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول على العالم من بطولة هيوستن للسكواش واللي هتتلعب في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 ولحد 15 يناير، وجه انسحاب علي فرج من البطولة بسبب إصابة الركبة اللي تعرض لها خلال مشاركته في النسخة اللي فاتت من بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا، ولسه كلامنا طبعا عن الرياضة مستمر. فوز للنادي الأهلي على إنبي بهدفين وتعادل الزمالك مع الداخلية في الدقيقة الأخيرة، ده بيخلي طبعا النادي الأهلي في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن الزمالك في انتظار طبعا باقي ماتشات الأسبوع الـ 12. خلونا نتكلم عن الماتشين، ماتش الأهلي وماتش الزمالك، مع الأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي اللي منورنا. صباح الخير عليك يا أستاذ طارق. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. جماهير النادي الأهلي بتقول: هو احنا هنتعامل مع النادي بالقطعة؟ ماتش حلو وماتش وحش، شوط حلو وشوط وحش، ده طبيعي. بص، مباراة كرة القدم يعني عندنا احنا كدوري مصري دايما بتبقى ايه، عايز اداء وعايز نتيجه وعايز الفريق ما يتغلبش، دي اول ثوابت عندنا. يعني ما ينفعش تتغلب، ما ينفعش تتعادل، ما لازم تفوز على طول، لازم تبقى في حاله حركه على طول، لازم تادي على طول. هو النادي الاهلي معودهم على كده؟ مش معودهم على كده، هو ثقافتنا احنا كده. ما ينفعش يعني الانديه الكبيره بالذات، وهتلاحظ ده الكلام ده بيتقال كمان في المعلقين، يعني مثلا يقول لك الزمالك ازاي يتغلب، الاهلي ازاي يتغلب، يعني ايه يعني مثلا في ماتش اسوان يقول لك الزمالك ازاي اتغلب من يعني لكن هي كره القدم دايما ملاش دعوه بالقصه دي. انت عندك الاداء بيختلف من فرقه لفرقه، طريقه لطريقه، ارهاق لاعبين، ادائهم، المود بتاعهم، الحاله النفسيه بتاعتهم، قدرتهم على ان هم يادوا المباراه بشكل جيد. فممكن تلاقي شوط مش عاجبك، الشوط الثاني بيبقى فيه تعليمات جديده، تغيير جديد بيعمله المدير الفني، بتتغير النتائج وبتتغير الحاله، وحسب كمان الفرقه اللي انت بتلعبها، حسب التكتيك اللي هي بتستخدمه، الطريقه اللي بتستخدمها، هل اللاعبين اللي فيها بيقدروا يضغطوا كويس ولا بيسيبوا مساحات ليك تقدر تلعب عليها، اللاعب ممكن يبقى غايب فتره، ممكن يؤدي ماتش وممكن ما يؤديش ماتش. فلازم، دي طبيعه كره القدم ودي حلاوه كره القدم. بس هو عارف الاهلي عشان يعني اتعودنا انه ما بيتغلبش، يعني قعدنا سنين على الريتم ده، فلما النهارده نشوف عفوا زي ما شاذلي قال بالقطعه احنا مستغربين الاداء. وهل النهارده التشكيل لما اتفرض على الاهلي انه يرجع مره تانية بتشكيل موسيماني، هل ايه اللي حصل؟ يعني هل كان في تغييرات المره دي؟ كان في فروقات في التشكيله؟ مش فروقات في التشكيله ولا حاجه، هي كل ماتش وكل فرقه بتبقى قدامها حسب المباراه، وزي ما انت قلت كده احنا متعودين ان ايه الاهلي بيفوز على طول، فما يجي او بيأدي بشكل قوي. يعني مثلا لو انت شفت امبارح هتلاقي حسين الشحات بتاع امبارح خلاف حسين الشحات بتاع الماتشات اللي قبل كده، هتلاقي في لعيبه مجدي قفشه بتاع امبارح خلاف مجدي قفشه اللي هو قبل كده. فدي طبيعه المباراه وطبيعه الضغوط اللي هو ممكن اللعيب يبقى تحت هذا الضغط، ان في لعيبه تانية جايه، هو لو ما اداش، هو لو ما فاقش، في حد هياخد مكانه، بتخليه دايما دي الدوافع، يعني في دوافع عنده. لكن كره القدم وثقافه كره القدم لابد ان هي تتغير عندنا. انت ممكن يبقى شوط الفرقه فيه
مش فايق قوي، فتاني المدير الفني يبدا يحركها شويه، يبدا ينزل لعيبه جديده، يغير طريقته، فتلاقي الفرقه اتعدلت او زي ما بقول كده الفرقه فائت. لكن هي القصه كلها ان احنا لازم نشيل من دماغنا فكره ان ده يفوز على طول. ما احنا النهارده لو بصينا على ترتيب الدوري هتلاقي ان الاهلي وفيوتشر هما الفرقتين اللي ما اتغلبوش، لكن في تعادلات. الزمالك اول مباراه يتغلب فيها اللي هي مباراه اسوان، في فرق تانية بتتغلب بالماتش وبالاثنين، لكن دايما احنا تركيزنا على الفرقتين الكبار اهلي وزمالك. صحيح. ازاي ان هم يتغلبوا او ما يقدوش بشكل كويس. يعني مثلا الاهلي في ماتش بيراميدز كان بيأدي حسب متطلبات الماتش، لان هو باصص على اداء الفرقه اللي قدامه بتطلع بالكره ازاي، طب هل هي بتلعب على طريقه معينه ولا بتلعب على كره واحده، طب هقفل على المفاتيح اللعب بتاعتها ازاي. ف الاداء تبص عليه تقول لي لا الاداء ده مش كويس، ازاي الاهلي يبقى مضغوط بهذه الطريقه، ازاي الاهلي سايب الكوره. لكن ده لو بصينا للكره العالميه هتلاقي ان فرنسا كانت سايبه الكوره للارجنتين، كرواتيا كانت بتسيب الكوره، مش ان انت تسيطري، المهم ان هو ما يوصلش لحد الخطر بتاعك اللي هو منطقه ال 18 عشان يقدر يجيب جون. فبالتالي سيب السيطره والعبي على الامكانيات اللي انت تقدري تحققي بيها. لكن بكل تاكيد في فرق طبعا فرنسا وال لا انا بدي مثال بس طبعا بكل تاكيد السيطره طبعا انا سايب لك الكوره، لكن بقدر ان انا اجيب بس في ميس باص، في ميس باص كتير. لا الميس باص كتير ده هتلاقيه في الاهلي من زمان، يعني الميس باص انا عشان كده بس بقول لك ان احنا ما ينفعش نقارن حتى في الاهلي ان فعلا في يعني الباص ما بقاش والتسليم والتسلم والتمركز والرؤيه بالنسبه للاعيبه مع بعضها والضغط اللي على بيبقى على الفرق دي طبعًا. كلها عيوب في الاهلي وعيوب في الزمالك وعيوب في الفرق المصريه كلها، حتى هتلاقي المنتخب بنفس الشكل ده. الفرقه اللي تقدر اللعيب اللي يقدر يستلم بشكل كويس يقدر يباصي بشكل كويس ده لعيب اللي هو اللي انت بتبص عليه بقى في العالم. يعني بمعنى ايه اللي انت بتبص على الدوري الانجليزي، انت عايز الفرق المصريه تلعب بالشكل ده اللي هو ايه اللعيب اللي بيجري اللي بيستلم كويس اللي بيباصي كويس اللي بيتحرك كويس اللي هو مش ما فيش لعيب فيها واقف، اما الكوره بتبقى هجمه مرتده بتلاقي في 3 4 من الاطراف طالعين اللي جايين من الخلف زي ما بنقوله. فانت دايما لان انت خلاص بقيت تبص على الدوريات الثانيه، انت كان الاول بتبص على الدوري بتاعك فتقول والله ايه الجمال اللي انت شايفه ده، لكن اما بصيت على حد تاني فانت عايزه. لكن فرق امكانيات، فرق طبيعه ارض، فرق جو، فرق كل حاجه. عشان كده كمان الصفقات اللي بتيجي من بره بيبقى عندها مشكله، هو جاي من طبيعه جو، طبيعه لعب، طبيعه ارض، طبيعه تكتيك، طبيعه تفاهم، حاجز اللغه بيتكلم. لما يجي هنا يقول لك ما كان بيلعب بره كويس، طب ايه اللي حصل له هنا؟ ما هي كل الفوارق دي هي اللي سببت له طبعا. فبياخد وقت طويل قوي عقبال ما يبدا يتاقلم بقى على 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 كل ده، زي سافيو كده، زي لو رجعت لك بقى لفلافيو هتلاقي خد فتره كبيره مختلف حتى في اللياقه البدنيه، هو جاي من ليفل معين وبعدين بيجي هنا يتدرب على ليفل معين. يعني هو هناك جيمونيزم شكله كذا، البرنامج اللي محطوط له في اللياقه البدنيه والتدريبات، فما بيتنقل ويجي هنا فبيلاقي حاجه تانية خالص مش متعود عليها. طيب اعتماد المدير الفني على ميسي، شايف بالذات في التغييرات، شايف ان ممكن يكون صرف نظر عن اعارته مصطفى ميسي؟ لا هو اداله امبارح يعني 5 دقائق او 6 دقائق بيجربوا لسه، يعني فكره خلي بالك هو عنده كاس عالم وعنده افريقيا وعنده دوري وعنده كاس، فعنده مباريات وبطولات كتير، فلازم يبقى عنده لعيبه يقدر يعتمد عليها، عنده اصابات كتير، فهو يعني امبارح كوكا اتصاب فبدا يبقى وعنده اكرم توفيق وعنده بنتمنى له طبعا الشفاء والسلامه يعني وعنده كريم فؤاد فعنده فلازم يبدا يجرب لعيبه، فاداله شويه يقدر يشوف فيها. اللاعب بدا ان هو يعني لمسته كويسه، يعني بيستقبل كره كويس، بيقدر يضغط كويس، فدي بدايه كويسه بالنسبه له. لكن هو مش يعني هو الراجل كمان ما اتكلمش على اعارته، بس هو احيانا ما بيبقاش مقتنع بلاعب، طب ما انا عندي الافضل، لكن الظروف بتفرض عليه ان هو يعتمد عليه، فهو اداله امبارح كويس. اللعب بدا يعني بس 5 دقائق ما تقدريش تحكم عليه. طيب فنيا بشكل عام مباراه الاهلي كانت عامله ازاي امبارح؟
لا هو امبارح امبي يعني امبي كان بيلعب بطريقه والاهلي بيلعب بطريقه، لكن هو الاهلي امبارح كان فايق اللعيبه كلها خاصه حسين شحات. لكن احنا دايما بنضغط على حسين شحات ان هو لاعب مش مؤثر احيانا لاعب، لكن هو امبارح كان لاعب اكتر واحد نشيط في النادي الاهلي. طبعا اصابه كريم فؤاد ادته فرصه ان هو يبدا ياخد مكانه، لكن امبارح الحاله البدنيه والفنيه بالنسبه للنادي الاهلي كانت احسن من المباريات اللي فاتت، يعني احسن مباراه بيراميدز، احسن مباراه اللي قبلها. هو في تطور في الاداء، تطور في شكل اللاعبين، واعتقد ان اللي بياخد الفرصه الايام ديت مش هيقدر يفرط فيها أكيد. لان طبعا في لانه عارف طبعا خلينا نتكلم عن مباراه الزمالك والداخليه، وقول لنا رايك في المباراه ايه، وعايز اتكلم عن فييرا، هل هو مصمم على طريقه لعب معينه ماسك فيها ولا والطريقه دي غلط ولا صح؟ يعني لا هو ما بيغيرش، يعني هو فييرا ما بيغيرش طريقته في كل بيبقى ثابت على الطريقه وثابت احيانا على التشكيل، وده بتبقى ميزه في المدير الفني ان هو عشان اللعيبه كمان احنا عندنا مشكله يعني في اللعيبه ما بتستوعبش الطرق بشكل سريع، فلكن ما تثبت له التشكيل بتاعه تثبت له الطريقه يبدا يستوعبها. الزمالك امبارح بيلعب قدام فريق داخليه، فريق بيلعب بطريقه واحده اللي هو التحفظ برضو الدفاعي مع هجمات مرتده. لو بصيت على ماتش اسوان هتلاقي برضو الزمالك عنده مشكله في الدفاع، لو بصيت على الماتش الاسماعيلي هتلاقي الزمالك عنده مشكله في الدفاع. لسه كلامنا استقبل هدفين ذاتيين في اول مره، فهي المشكله في الدفاع مش المشكله في طريقه المدرب. اتنين احنا لازم يبقى عندنا يعني فكره تعليم الناس البنود القانون بالنسبه لحالات التسلل او بالنسبه للدفع او بالنسبه للناس الناس اللي هم مين بالظبط؟ الجمهور حتى الجمهور عشان برضه التعليقات لكله كلام منطقي جدا. كابتن طارق احنا هنكمل كلام عن الزمالك، لكن خلونا نروح لفاصل سريع لموجز الاهم واخر الانباء مع لميا. اتفضل يا لميا. شكرا بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير وإعزاز لجموع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم أن جذوره الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سوهاج أنه يشعر بالفخر بالإنجازات التي تحقق الحلم الكبير للوطن. وقال الرئيس السيسي إن الحرب الأوكرانية الروسية تقترب من عامها الأول، وهي الحرب التي زاحمت وباء كورونا في تأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي، مضيفا أن مصر واجهت هذه التداعيات بثبات وقوة واستفادت من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعت فيها الدولة وانعكست أثارها على قدراتها في مواجهة تلك الأزمة العالمية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الشبابية، وخلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة سوهاج قال الرئيس السيسي إنه يجب أن نسعى نحو أحلامنا وأن نصدق أننا نستطيع تحقيقها. وأضاف الرئيس السيسي أن موقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن حجم الاستثمارات في سوهاج منذ عام 2014 بلغ 2,100,000,000,000 جنيه. وفي كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج أشار مدبولي إلى أن تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولويات الدولة. كما أوضح رئيس الوزراء أن محافظة سوهاج كان لها نصيب كبير في مشروعات الإسكان بأكثر من 23,000 وحدة إسكان. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن روسيا تسعى إلى هدنة لاستخدامها كغطاء لوقف تقدم أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية وجلب المزيد من القوات والمعدات. وشدد زيلنسكي في خطاب له تحدث فيه باللغة الروسية على أن الحرب لن تنتهي إلا برحيل القوات الروسية أو دحرها.
أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الطريق الوحيد لاستعادة السلام في الأزمة الأوكرانية هو أن تنسحب روسيا قوتها أو تسحب روسيا قوتها من أوكرانيا. ووصف أيضا ميشيل دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في أوكرانيا بالنفاق، مضيفا أن الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد زائف. أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا في بيان مشترك عن عزمهما على تسليم أوكرانيا مركبات مشاة قتالية من تراس برادلي من الجانب الأمريكي وماردر من الجانب الألماني. تعهدت ألمانيا بتعزيز مساعدتها العسكرية إلى أوكرانيا وتزويدها بمنظومة دفاع جوية من تراس باتريوت. وأتى أيضا الإعلان عن هذه الإمدادات الجديدة بعد مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز. وقد أعرب الزعيمان عن عزمهما المشترك على دعم أوكرانيا وفق ما جاء في البيان. نهاية موجز التاسعة، ونعود مرة أخرى لبسانت وشازلي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا. لسه كلامنا طبعا مستمر عن مباراة الأهلي والزمالك امبارح مع الناقد الرياضي الأستاذ طارق رمضان، وكنا بنتكلم عن أداء الأهلي والزمالك، وكنا خلاص سبنا الأهلي، بس أنا عايز أرجع له بس في نقطة صغيرة إذا سمحت لي. مارسيل كولر، ايه رايك في تجربه مارسيل كولر مع النادي الاهلي؟ هو لحد دلوقتي ماشي كويس. هو شخصيته مع اللعيبه، بس هو عنده كان الاسبوع اللي فات عنده عيب واحد، ان هو يطلع ينتقد اللعيبه بتاعته على الهواء. ما ينفعش ان في مؤتمر صحفي اي مدير فني يقدر يتكلم ان ده عاجبه او ده ما عجبوش. فكان دي بس الديفول اللي هو بدا يتكلم فيه. لما تعرض للتعادل، لما تعرض لنقد ما بيستحملش قوي، فبيبدا يحمل اللوم على اللعيبه، وده خطا من او ارضيه الملعب او الجماهير. طبعا لازم يتحمل هو المسؤوليه وما يوجهش نقد لعيبته. انا مش مستني منك ان انت تقول لي ده عاجبني او ده مش عاجبني، ده مقتنع، لانك انت كده بتهد اللعيب نفسه. يعني ما تطلع تقول على شادي حسين وحسام حسن او فلان وفلان، لا مش مقتنع. صحيح، فين شادي حسين؟ ما هو لعب امبارح. ما هو ما دي مشكله يا شاذ، دي مشكله الصفقات، اللي انت تقدر يبقى لاعب مهم قوي في فرقته، لكن لما يتنقل لفرقه تانية بقدراته بتبان. ليه؟ لانه بيتحط في نظام تاني، بيتحط في طريقه تانية، ممكن ما يكونش بيلعب في مكانه، فمش قادر يستوعب، ممكن يبقى ما اقدرش ادي الا في الحته ديت. فشادي كان في السيراميكا كويس، اما يجي النادي الاهلي لإما إن أنت تنتهز الفرصة، لإما خلاص. هو شادي حسين لغاية دلوقتي ما قدمش حاجة، زي حسام حسن بالظبط، ما قدمش حاجة، مع إن جات له فرصة إن أنت تبقى مهاجم النادي الأهلي. يعني أنت خلي بالك، بتبقى مهاجم النادي الأهلي دي مواصفات خاصة جدا. أولاً ضغط جمهور، ضغط نقاط، ضغط لعيبة نفسها مع بعضها، ضغط مدير فني، ضغط إدارة، فكل دي عايزة تبقى حاله نفسيه عندك قادر على شخصيه اللاعب نفسها دي. ففي لعيبه كتير ما بتقدرش تحمل المسؤوليه دي، وما بتقدرش تحمل كمان القرارات اللي بتاخدها، فبتلاقيه متلخبط في الملعب. اما يرجع بقى فرقته الاصليه تلاقيه بيبقى مبدع تاني، لان الظروف اللي حواليه. احنا ما مشكلتنا ان احنا ما بنعترفش بعلم النفس زي ما بيقولوا. انت ممكن تجيب ميسي تحطه في ده، حصل مع مروان محسن ومروان حمدي كتير بقى. عد يعني هتلاقي عد بقى كذا حد وبيتالق بره. فبالتالي هو كولر لغايه دلوقتي بمشي الفرقه كويس، لكن مش دايما نطالبه ان هو يبقى جزئي. هو دي حاجه، ده شخصيه وده شخصيه اكيد. طيب لو هنتكلم على نادي امبي اللي ابتدى يبقى يلعب ماتشات مفتوحه، هل ده بسبب كابتن طلعت يوسف في وجهه نظرك؟ لا، طريق كابتن طلعت يوسف يعني بالشكل ده، بس هو برضو مش من الناس اللي بتتحفظ دفاعيا قوي. يعني هو ما بيقفلش الدفاع بتاعه قوي، ما بيلعبش على خطه الكماشه زي ما بيقول، اللي هو بوقف. لا بالعكس، هو بيحاول ياخد ويدي، ودي وهو مدرب كويس جدا، بس برضو امكانيات اللعيبه اللي معاه. يعني انت لو بصيتي على الهدف بتاع ديانج، مفيش دفاع بيجري قدام مهاجم خاصة أو لاعب إذا كان هو مستلم من قبل منطقة 18. يعني أنت حتى لو ارتكبت خطأ، لو أنت مش هتقدر تستحوذ على الكرة منه وارتكبت خطأ، هو خطأ مش مؤثر، لكن أن أنت تفتح له الطريق وتبدأ تجري قدامه بالشكل مش ده، مش لاعب واحد، يعني ده 3 4، يعني مش لاعب واحد زي ما 3 4، فده خطأ تفكير لعيبة. وده المشكلة اللي بيقدر بقى كابتن طلعت يحاول
ان هو يعالجها. اتنين هما ما بيستغلوش الكرات العرضيه بشكل كويس يعني متدربين عليها، بس برضو عنده مشكله زي باقي اللعيبه ان هو يعني في الفينش بتاعه بيبقى غلط. زي برضو لو نقلت كده للزمالك، الزمالك مشكلته دلوقتي في الهجوم حتى العصبيه للاعيبه، اللعيبه عندها اعتقاد ان هي انا ما اتغلبش، انا ما يجيش فيا جون. فما يبدا بقى يحاول يستعيد هتلاحظي كلهم في لخبطه ما بين زيزو وامام عاشور، في عصبيه لحسام عبد المجيد. لو رجعت للشكل اللي هو حسام عبد المجيد لما جاب جون في اسوان، بص حاله النرفزه ده ما اسموش حماس، دي حاله عصبيه ونرفزه. العصبيه دي بتخلي اللاعب لا بيعرف يشوط ولا بيعرف يستقبل ولا خرج بيعرف من جو المباراه اصلا. بالظبط خلاص، هو عايز يجيب جون باي طريقه. يعني حتى الشكل اللي بيتكلموا في سامسون ده لعيب محترف اجنبي، ما عندوش فكره اللي هو ايه انا لو وقعت الحكم هيحسب لي ضربه جزاء، ما بيفكرش. هو بيفكر ازاي استحوذ على الكوره، ازاي ممكن اجيبها جون. فتلاقي اللعيبه بعد الكوره الاخيره بتقول له ما وقعتش ليه، ده الحكم يعني الفكره بتاعت انت ما مثلتش ليه، دي مش عند الاجنبي. وده الاعتقاد الخطا للعيبه المصريه بتبقى معتقده ان انا لو وقعت الحكم هيحسب لي ممكن تعدي على الحكم، هتعدي عليه وهيحسب ضربه جزاء، هيحسب لي ضربه جزاء. لما بيروح بره او ما بيتعامل في المنتخب مع فرق ثانيه بيبقى الاعتقاد ده برده مسيطر، وده خطا شديد جدا لانه اولا بيخسرك فرص. بيجي الزمالك جاله اكتر من فرصه امبارح ما انتهزهاش، الداخليه برضو جاله اكتر من فرصه ما انتهزهاش. تضييع الفرص دي نتيجه الحاله العصبيه والاعتقاد اللي احنا بنتكلم عليه من بدايه الكلام ان انا لازم افوز. صحيح. ما ينفعش ان انا اتغلب، لابد ان الثقافه دي تتغير. اتنين، خطوره الكلام بقى الاخطر ان لما تقولي لي اتحاد الكره مثلا عايز يدي بيراميدز الدوري، يبقى اذا اتحاد الكره ادى قبل كده، يبقى احنا ما بنتكلمش بقى على مجهود، ما بنتكلمش على اداء، ما بنتكلمش على كوره، فما فيش داعي للمنافسه بقى. ما بنتكلمش على شرف منافسه، احنا بنتكلم على قرار، وده خطر جدا بالنسبه للجمهور. ما الجمهور يستوعب ان الدوري او الكاس بيتاخد بقرار مش بيتاخد بمنافسه. وان مثلا لازم الاهلي ياخد الدوري، ما ينفعش كده، لازم الزمالك ياخد الدوري. يعني حتى لما يطلع حد يعني من النقاد يقول لي انت مش عايز ليه الزمالك ياخد تالت مره على التوالي، انا مش حكايه مش عايز، دي منافسه. ليه طب ما انا هطلع اقول له ايه، طب ليه فيوتشر ما ياخدش الدوري؟ ليه بيراميدز ما ياخدش الدوري؟ صح، يعني ليه انت دايما حاصرها اهلي وزمالك؟ طب ليه ما نبقاش زي كون انه وصل للمنافسه الدوري بالظبط. لكن لو انت سبتيها للمنافسه العاديه اللي هي الليجال بقى والشرع اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى دوري للاهلي، دوري الزمالك، دوري الفيوتشر، دوري اي حد يقدر ياخد. لكن خطوره تصدير فكره القرار وليس المنافسه ده اخطر حاجه بتسرق الجمهور. يعني بتتسبب في مشاكل كتيره جدا وبتخليك معتقده ان الماتش ده مش بمجهود الفرقه. يعني مثلا الاهلي فاز يقول لك لا لا لا، طب الكورتين جايين من لعب، يعني جايين من حركه مش جايين من اخطاء. الداخلية لازم الحكام اللي بيحللوا بالذات يعرفونا الفرق ما بين التداخل، يعني ايه متداخل، لاعب متداخل ولاعب غير متداخل. انت لو بصيت على الكرة، الكرة ماشية في طريقها، لاعب الداخلية منع، يعني منع اللاعب اللي جاي من وراه ولا هو بيتحرك، طب هو لمسها ولا ما لمساش. لكن المحللين بيتكلم بفكره هو، يعني ايه انا متضايق من لجنه التحكيم يبقى او متضايق من البنا يبقى الكره دي غلط، متضايق من محمود ناجي. ده الفكره دي يا جماعه الناس بتشوفنا، يعني الناس بتشوف الفقرات وبتبدا تتكلم عليها. لازم تقول لي وانت بتحلل كده تقول لي ايه التداخل هنا، لان لاعب الداخليه اعاق مثلا رؤيه حجز عبد الشافي وفق القانون، يعني يتكلم وفق القانون بالظبط. ليه بقى؟ لان هو هيوعي الجماهير. الله ينور عليك، البند كذا بيقول كذا، فهنا انا اقتنع. لكن ما تقول لي ايه متداخل، ايوه ازاي حتى في حاله الشد، طب الشد ده استمر لحد ما اللاعب وقع ولا مسك الفانيلا وسابها؟ ما تفرق، انا ممكن امسك وافضل اشد فامنع اللاعب من الحركه، يبقى دي ضربه جزاء على طول، او اشد الفانيلا واسيبها فاللاعب ما اتمنعش من الحركه. انا قصدي ان هنا التثقيف ومعرفه الناس بتوفر عليكي بقى الايه الخناقات
توفر عليكي الجماهير بتشتبك مع بعض، اولا اضفتي معلومه بتوفر عليكي تصديق ان انا اصدق ان الدوري ده بقرار وليس بمنافسه، وده بيخل بشرف صحيح سابقة. كلامك مظبوط جدا. طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا الناقد الرياضي مستر رمضان، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل فقراتنا في حلقتنا النهارده، خليكم معنا. لسه طبعا بنفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا النهارده، وفي انتظار تعليقاتكم واجاباتكم على سؤال حلقتنا النهارده، خير انت عملته واترد لك. دلوقتي في مجموعه كبيره من الاجابات اللي جات لنا على السؤال. في رباب سيد بتقول صباح الخيرات عليكم، احكي لكم موقف. انا بدرب معلمين ازاي يشرحوا منهج للطلاب بطريقه سهله. المهم قلت جمله وشرحت طريقه في التدريب، قلت لهم كل كلمه هتقولها لطالب هتلاقيها في ولادك. وبالفعل رجعت البيت في نفس اليوم لقيت ابني جاي يقول لي ماما هشرح لك حاجة المس شرحتها لنا، وشرحها بالظبط زي ما شرحتها للمدرسين أو زي ما شرحت المدرسين يشرحوها، رغم أن مش هم المدرسين اللي دربتهم، يعني دول مدرسين تانيين. فالنعمة بجد لو ربنا أنار بصيرتك أن ترى كل حكمة في كل موقف، هتفهم مردود الخير كل حاجة، حتى الكلمة اللي بتقولها هتسمعها مواقف كتير، كل حرف وكل كلمة بتترد. حقيقي ده اللي كنا بنتكلم عليه في الاول، انه مش لازم نفس الشخص هو اللي يرد لك الخير او المعروف اللي انت عملته. ده نموذج، يعني بتقول هي دربت مدرسين على حاجه معينه، روحت لقت ولادها بيقولها المدرسين بتوعنا دربونا على نفس الحاجه، مش هم نفسهم المدرسين. يمكن كمان من القصص الشبيهه شويه، السيد عيسى بيقول صباح الخير عليكم، انا من البحيره. احسن موقف لما بركب معايا حد معايا في العربيه وانا ماشي في الطريق لوجه الله، الاقي امي واولادي بيحكوا لي اللي وصلهم لوجه الله من مشى بين ناس جابرا للخواطر، ادركته عنايه الله في جوف المخاطر. حقيقي يعني يمكن كمان يعني الناس بتكتب على حاجات بتحصل او مواقف بتحصل زي بالظبط اللي حصلت لهم. صحيح. فدي من الحاجات اللطيفه قوي. الكاتب اسامه محمد فهيم بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل المصريين، وكل سنه وانتم بخير. اي شخص في الدنيا بيعمل خير ابتغاء وجه الله ويكون نابع من قلبه، ربنا سبحانه وتعالى لن يتركه ابدا، وبيرد له في اي ظروف تجده، في صحتك، في اولادك، في زوجتك، والحمد لله على كل حال. تحياتي من الفيوم من قريه سنوفر. صباحك فل يا استاذ اسامه وكل أهالي قرية سنوفر والفيوم بألف خير. طيب زكاء داود بتقول صباح الخير، أنا من الإسكندرية، عملت خير وخير كبير جدا مع ناس من المفترض أنهم قريبين، وكان الجزاء مشاكل كبيرة جدا وما زالت مستمرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب بصي، عمرك ما فيش حاجة تقدر تقول في الدنيا أنه أنت هتعملي خير في حد والخير ده يتردلك من نفس الحد، لا، بس أنت بتعملي عشان أنت ده طبعك ودي أصولك وأنت متربية على ده. ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش حق أحد، خليكي متأكدة من حاجة زي دي. فلو أنت في أزة دلوقتي وتوكلتي على الله وقلتي ربنا أنت حسبي ووكيلي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيقف جنبك وهو اللي هيجيب لك حقك، وهتشوفي أن الخير ده هيتردلك من ناس تانية غريبة عنك. عشان كده احنا كنا بنقول مش لازم أنه العمل اللي أنت عملتيه يجيلك من نفس الشخص أو من نفس جنس العمل، لا، ممكن يجيلك من ناس تانية، وربنا يوقف لك ولاد الحلال ويا رب اللي انت فيه يخلص بسرعه باذن الله. كلنا يا جماعه عايشين ببركه دعاء الناس لينا، يعني انت لما بتعمل خير ما تحطوش في حساباتك، سيب الدنيا كده، يعني خليك بطبعك خير، فاعمل خير وشيله من حساباتك، ما تستناش رده من الشخص ده، وهتلاقيه بيترد لك زي ما كنا بنتكلم في البدايه، هتلاقيه ممكن يترد لك في صحتك، ان ربنا نجاك من حادث كبير جدا محدش يتخيل، مثلا وليكن العربيه اتبهدلت جدا، فالناس ما تتخيلش ان ممكن يخرج منها حد سليم. فانت بتخرج عشان نيتك الصادقه وعشان الحاجات الخير والاعمال الخير اللي انت بتعملها، ودعوات الناس كمان اللي بتعمل لهم اعمال الخير دي دعواتهم ليك. في معتز زيتون بيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر، ولعل ما نجاك هي تلك الخواطر التي جبرتها يوما، وإن أراد الله بعبد خيرا صير حوائج الناس إليه.
يعني في الحقيقة احنا عندنا تعليقات كتيرة جدا جدا هنكملها كمان شوية، لكن خلونا دلوقتي نروح يمكن لموضوع تاني مهم جدا جدا، مواضيع اللي يمكن بسطتنا قوي واحنا بنتكلم قبل الفاصل. صحيفة The Sun البريطانية نشرت تقرير بعنوان أين يوجد جو دافئ في يناير، وإيه أفضل وجهات الوجهات اللي فيها عطلات أو تقدروا أن أنتوا تقضوا فيها عطلات مشمسة في شتاء 2023. وطبعا كانت مصر والمدن السياحية المصرية متواجدة وبقوة على قائمة الوجهات السياحية اللي نشرتها الصحيفة البريطانية، وخاصة مدينة الأقصر اللي بتعتبر وجهة مفضلة عند البريطانيين. خلونا نشوف التقرير ده. مع انخفاض درجات الحرارة وتنظيم احتفالات عيد الميلاد بجميع دول العالم، وضعت صحيفة The Sun البريطانية قائمة بوجهات دافئة يمكن للبريطانيين قضاء عطلتهم فيها والاستمتاع بشمس الشتاء. الصحيفة كشفت أنه بعد انتهاء احتفالات عيد الميلاد يمكن أن يكون قضاء شهر يناير في المملكة المتحدة أمراً صعباً، لذلك يجب البحث عن أفضل وجهات لقضاء العطلات في شهر يناير. واستحوذت مصر على أولوية أفضل الأماكن في فصل الشتاء، خاصة أن متوسط درجة الحرارة في مصر 19 درجة مئوية، وتعتبر وجهة شهيرة للبريطانيين على مدار العام. ووصفت الصحيفة مصر بأنها مكان رائع للذهاب إليها والاستمتاع بشمس الشتاء، ومن السهل الوصول إليها، حيث إن الرحلة بالطائرة تستغرق حوالي 4 ساعات و40 دقيقة، مما يجعلها واحدة من الوجهات المفضلة. وسلطت الصحيفة الضوء أيضاً على محافظة الأقصر في القائمة باعتبارها وجهة مفضلة للأشخاص الذين يرغبون في تقليل بصمتهم الكربونية والاستمتاع بأجواء دافئة طوال فترة الأجازة. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ مجدي صادق، عضو غرفه شركات السياحه. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا شاذلي بيه. صباح الخير على الاستاذه بسام. صباح الخير على حضرتك. بكل تاكيد تقرير غايه في الاهميه، لان احنا بندعم السياحه ومصر معروفه كويس جدا بشمسها، والعالم كله عارف شمس مصر بتكون عامله ازاي في هذا التوقيت. ازاي نستغل هذا التقرير وده المهم؟ النهارده يوم من اجمل الايام، النهارده يوم عيد الميلاد المجيد بالنسبه للاخوه الاطباء. النهارده اول جمعه في سنه 2023، وان شاء الله سنه 2023 تبقى سنه الخير كله لمصر ان شاء الله. اللهم امين. فاحنا دلوقتي لما كنا في الورلد ترافل ماركت اطلقنا الترند بتاع ران تو ايجيبت، لان فعلا طبقا للقانون دلوقتي في دول الاتحاد الاوروبي كله، يعني انا كنت في ايطاليا البيت ممنوع يزيد درجة حرارته عن 19، هم كل البيوت عندهم هيتر، عندهم الغاز بيدفي، فكان الحكومة تطلق التدفئة إلى أن تصل لدرجة 19، دي أقصى درجة، فكان أغلب الوقت دائما الهيتر مغلق وفي معاناة خطيرة جدا بالذات للناس كبار السن. فإحنا لما أطلقنا الترند بتاع رانتو إيجيبت دوت، إن هي مصر شمسها طبعا من اعظم الحاجات اللي موجوده واللي منصوح بيها، يكفي انك تعرف ان الاقصر كانت من افضل الوجهات السياحيه والعلاجيه للانجليز، والدليل وجود لورد كارنارفون اللي هو كان بيشكو من بعض المتاعب الصدريه، فجه عاش هنا، فلما جه عاش هنا تعرف على هوارد كارتر وبدأوا في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وتم اكتشافها سنة 1922. فالترند بتاع ران تو ايجيبت، تعالوا لمصر او اجري على مصر او اهرب لمصر، ان هو يجي يقعد عندنا شهر كامل او شهرين في العين السخنة، في مرسى علم، في الغردقة، في شرم الشيخ، في الأقصر، في أسوان. ده الرئيس السادات كان طول الشتاء موجود في أسوان. فالحمد لله ربنا أنعم على مصر بنعم كتير، ينقص بس إحنا عندنا الاهتمام والدعاية الكافية. بالضبط، عايزة بقى أتكلم مع حضرتك على النقطة دي. The Sun يمكن من المواقع والجرائد ليها الفانز بتوعها او ليها متابعيها، المقالات بتاعتها مهمه جدا جدا بيتابعها العالم كله. فالنهارده ازاي نقدر نستخدم هذه المقاله في الترويج للسياحه المصريه في وجهه نظرك؟ طبيعي ان احنا عندنا هيئه تنشيط السياحه، وهيئه تنشيط السياحه تعاقدت مع شركه يقال انها شركه امريكيه
للتسويق السياحي المصري، احنا لم نرى منها شيء حتى الآن. نتمنى ان هي تركز وانها تبتدي في حملات تنشيط السياحة، وانا من وجهة نظري الشخصية ان تنشيط السياحة يبدأ من الداخل. انا لما احسن هنا الخدمة السياحية واحسن تجربة السائح وانشر التجارب الشخصية للبلوجر زي ما حضرتك بتقولي، لان دلوقتي الدنيا اختلفت، بقى في متابعين وبقى في بلوجرز وبقى في ناس كتير جدا يحبوا يشوفوا تجربه غيرهم عشان يتشجعوا ان هم ييجوا. لما انا احسن هذه التجربه السياحيه بنزول القيادات بانفسهم، ما ينفعش ان انا ابص الاقي الخان الخليلي والازمات اللي موجوده فيها او اي حد مكان زي منطقه الهرم ولا نجد لها حلول، فلازم نجد الحلول ونبدا من الداخل نكتسب الخارج. طيب لكن انا لو عايزه اخاطب السايح بره اعمل ايه؟ لو عايزه كمان ابعد عن يعني عايزه اكلم السايح البريطاني مثلا اعمل ايه؟ السائح البريطاني انت طبعا كان عندنا ومباريات كاس العالم عندك محمد صلاح، لو عايزه تناقشي السائح البريطاني زي ما بيعمل اعلان لاحدى الشركات بتاعه الاتصالات اخليه يعمل اعلان لمصر، اخليه دائما في كل ماتش هو بيلعبه وكل الناس تتفرج عليه يبقى ترند بتاع مصر، لأن محمد صلاح له مكانة في قلوب الناس. فأنا إذا ما كنتش أستغل إمكانيات اللي موجودة في لاعب من ضمن اللاعبين العالميين اللي موجودين دلوقتي هيبقى طبعا تقصير مننا. أكيد. طيب أستاذ مجدي، حضرتك شايف إن احنا نعتمد على المشاهير، نعتمد على الانفلونسرز على المواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولا نقوم بزيارات رسمية من وفود من هيئة تنشيط السياحة لهذه الدول؟ احنا طبعا حكاية ان احنا نعمل الحملات وان احنا نقوم ونعمل روتشو والكلام دوت في الاماكن دهيت، ان احنا نروح نقول لهم ايه اللي موجود عندنا. الدنيا دلوقتي اختلفت، كان الروتشو بنعمله عشان ما كانش فيه وسائل التواصل الاجتماعي، دلوقتي العالم كله بقى قرية واحدة. فعشان كده انا بقول انا بستغل العالم كله دلوقتي بيستغل الترندات اللي موجوده، وانا بستغل ترند من الترندات اللي موجوده، وفي نفس الوقت بتواجد باشكال مختلفه، بفتح عندي هنا تصوير الافلام، بفتح عندي هنا الحفلات. انا ما كانش عندي قوه في حفلات راس السنه زي بقيه العالم، انا عندي منطقه زي منطقه الاهرامات دي لو اقمنا فيها حفله واحده اسبوعيه لفرقه عالميه العالم كله، كل دوله هتيجي تتفرج على فرقتها هنا اذا كان عرب ولا اجانب. انا الى الان لم استغل القلعه، الى الان لم استغل قصر محمد علي، الى الان لم استغل قصر المانيال. الدنيا عندي جامده وكبيره ورهيبه جدا، وعندي مساحات للاستغلال وللتسويق خطيره جدا، الاهتمام داخليا بيها وبعد كده تسويقها خارجيا، ده هيكون مهم جدا عن طريق الآليات الحديثة للتسويق واستغلال الأحداث الهامة جدا في العالم إن أنا أبقى متواجد فيها. طيب يعني عايزة أقول حاجة دلوقتي، السائح اللي بيجي من بره لو بنتكلم على الشتاء، مين أكتر الجنسيات اللي بتيجي في الشتاء وإيه الوجهات أو الوجهات اللي بيروحوها السياح؟ لو اتكلمنا عن الأقصر، البحر الأحمر، إيه كمان؟ طبعا انت عندك طبعا الجنسيات القريبه من اللي احنا بنشتغل عليها بقوه اللي هي دول الاتحاد الاوروبي، احنا عندنا 47 دوله محاطه بها مصر وقريبه مننا، اللي هي حضرتك زي ما قلت كده درجه الحراره عندنا كويسه، قرب الطيران 3 ساعات طيران، عنده الدنيا برد وثلج، وصل بس لقى عنده شمس وبحر جميل ويقدر ينزل الميه. هنتكلم النهارده درجه الحراره 20 في القاهره، يعني درجة حرارة مثالية في يناير بصراحة. في أسوان هتبقى كام؟ 24 حقيقي. هتبقى في الغردقة، هتبقى في مرسى علم، هتبقى في شرم الشيخ. ده أنا في شرم الشيخ بيصوروا نفسهم وبيقولوا نحن في يناير في المية، وبيبعتوا صورهم للخارج. فعشان كده احنا عايزين ان احنا
نبتدي نسوق أكتر ونظهر أكتر الجمال والنقاط اللي عندنا، وفي نفس الوقت نحاول إن احنا نخلي تجربة السائح حلم وخيال، وتجربة السائح هي بتبتدي من ساعة وصوله إلى أرض المطار إلى ساعة خروجه من المطار. في طبعا عندنا احنا عندنا كبعض شركات السياحة في عندنا بعض الحاجات اللي بنتكلم فيها، فعايزين نلغي جميع الحاجات اللي هي تقدر تؤدي لمعوقات في رحلة السائح، وإن شاء الله مصر هتفضل طول عمرها حلم. هي حلم ده الناس بيبقوا يعني، كان في واحدة أمريكية كان عندها مرض السرطان قالت أنا قبل ما أموت نفسي أزور مصر، نفسي أشوف الهرم، وجابوها فعلا وقعدت وشافت الهرم، وكان بالنسبة لها تحقيق الحلم من ابنها، والدولة هنا عندنا رحبت بيها، فكان شيء جميل جدا وله مردود. وأنا زي ما بنقول كده الأسواق بتاع دول الاتحاد الأوروبي مش عايزين هي الوحدة اللي نعتمد عليها، لأن احنا عندنا طبعا أسواق تانية مفتوحة. فإذا كان في بعض الأزمة الأوكرانية الروسية الموجودة دلوقتي، مع أنها ما أثرتش كتير على السياحة، ليه؟ لأن في دول الاتحاد الأوروبي منعت دخول بعض الروس وكتير من الروس لتأدية السياحة الشتوية بتاعتهم في دول الاتحاد الأوروبي، فبدأوا يتوجهوا إلى تركيا وبدأوا يتوجهوا إلى دبي ودول أخرى قريبة. لازم ناخد حقنا من هذه الطرفة بتاعت الروس الأغنية اللي ما راحوش أوروبا في هذا العام، ونركز أكتر على الحفلات. ويمكن ده هيحصل يا أستاذ مجدي، ده هيحصل بأنه لسه من كام يوم كان أو انتشر فيديو عن سائحتين من أمريكا، هما الاثنين كانوا عندهم تجربة في الشوارع المصرية في القاهرة، وابتدوا يتكلموا عن إيجابية التجربة دي، وأنه إزاي يمكن الميديا عندهم أو الإعلام عندهم بينشر صورة يمكن مش حقيقية عن اللي هم حضروها هنا، وده اللي احنا عايزين بقى نركز عليه. فيديوهات زي دي إزاي نقدر ناخدها تاني نعيد نشرها ونعمل لها بوستنج عشان توصل لأكبر عدد من الناس، لأن هي ناطقة بلغتهم ومنهم هم. كل الشكر ليك الأستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة. شكرا ليك يا فندم. واحنا بنتكلم في الموضوع ده، الموضوع ده مهم جدا، ومش مسؤولية هيئة تنشيط السياحة فقط ولا مسؤولية الشباب بتوع السوشيال ميديا أو المشهورين واللعيبة والفنانين فقط، دي مسؤولية جمعية، مسؤولية كل مواطن مصري ان هو يروج لسياحه بلده، يروج الاماكن السياحيه اللي موجوده في بلده من خلال في جروبات بالمناسبه على الفيسبوك وغيرها من المنصات عليها ملايين المتابعين بيتكلموا عن الرحلات. في ناس بتدخل تسال اقضي الشتاء فين، اسافر فين عشان اصيف، مش عارف ايه الوجهه اللي تفضلوها في التوقيت ده. احنا دورنا ان احنا موجودين على هذه الجروبات نبتدي ننشر ونتكلم عن الاماكن السياحيه اللي موجوده في مصر، نتكلم عن قد ايه جميله وقد ايه ناس بتجيلها من كل دول العالم. مطلوب من المصريين كمان المقيمين في الخارج ان هم كمان يتكلموا عن تجربهم، حتى لو بيتكلموا بشكل شخصي او في الدائره المقربه منهم، جيرانهم، اصدقائهم، زملائهم في العمل، يروجوا هم كمان للسياحه في مصر، عشان قطاع السياحه من اهم القطاعات ومسؤوليتنا كلنا طبعا في الترويج لهذا القطاع. طيب نروح لفاصل سريع مشاهدينا، نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد ونكمل اخر فقره في حلقتنا النهارده، خليكم معانا. موقف عملت فيه خير وترد لك، احكوا لنا مواقف، ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا المختلفة على السوشيال ميديا. دلوقتي ناخد مجموعة من التعليقات. علاء هارون بيقول صباح الخير عليكم، مواقف كتير واللي بيعمل خير ما ينتظرش رد، ربنا هيكرمه من واسع. في كمان سلوى بهناسي بتقول صباح الخير عليكم، كل مواقف الخير ربنا فعلا بيكرمنا بكرمه وبكل خير، وانا مؤمنة بان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، ده حقيقي. في محمد ماهر بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل المصريين، انا بعمل خير لوجه الله مش للمخلوق، وربنا ما بيسيبش ابدا، ما بيسيبنيش ابدا، دايما معايا، ربنا مبارك لي في اولادي والحمد لله، اللهم امين. محمود خضر بيقول والله عملت كتير بس الناس بقت زي القطط بتاكل وتنكر، زي ما اتكلمنا قبل كده يا محمود وقلنا انه انت يمكن ما بتعملش، انت فعلا ما بتعملش للناس، وما تدورش على الجزاء اللي انت بتعمله ده، استنى وهيرجع لك من ناس تانيه في مواقف تانيه. في عبد الرحمن أسامة بيقول صباح الخير، كنت بقول للغايب على الحاجات اللي فايتاه في المدرسة، وبعدين أنا غبت أسبوع لقيت كل أصحابي بيقولوا لي على كل اللي فاتني في المدرسة،
وانا بقول لهم وكانوا بيغيبوا يومين او يوم، لكن انا لما غبت اسبوع لقيت كلهم بيقولوا لي فالخير بيترد وازيد. ده حقيقي. كمان يوسف كحلاوي بيقول فعل الخير بصفه عامه جميل، فهو يقضي على الفقر والحقد والكراهيه وبيساعد على بقاء الامم والنهوض بها. في محمد يوسف يقول اعمل الخير وبس، ورد فعل الله كثير ولا يحصى. في اكونت اسمه بحب اعيش لوحدي بيسلم علينا وبيحب اللي بيحب يعمل الخير ما ينتظرش رده. ده حقيقي. طيب خلونا نروح لموضوع تاني مهم، ويمكن ناس كتير اتعرضت يمكن لقرصنه حساباتهم على سواء فيسبوك او تويتر او غيره، وكلام كتير متداول على ان قراصنه دول سربوا عناوين بريد الكتروني بتخص 235 مليون حساب على تويتر، وقاموا كمان بنشرها على منتدى سري. مش بس كده، دي صحيفه واشنطن بوست قالت ان وضع البيانات المسربه على منتدى قرصنه بيمهد الطريق لربط اسماء مجهوله بهويات حقيقيه. خلونا نعرف مخاطر ده ايه، وازاي نحمي حساباتنا على مواقع التواصل من خلال ضيفنا الموجود معنا النهارده في الاستوديو، منورنا المهندس احمد السخاوي خبير امن المعلومات. صباح الخير عليك. صباح الخير، في يوم الخير على الاهل الخير طبعا. صباح الخير وانت طيب وحضراتكم طيبين الله يخليك. يعني فعلا، هل فعلا تسريب الاكونتس او الايميلات الخاصه ب 235 مليون شخص وحساب على تويتر ونشرها على منتديات، هل فعلا الحاجات دي حصلت؟ رقم كبير قوي قوي. الحكايه فين؟ بدايه من ايه؟ بدايه طبعا شهر 12/2021 يعتبر من سنتين وفقا للتاريخ اللي احنا فيه، تم تسريب 400 مليون حساب على تويتر فجاه، والحسابات دي كانت موجوده على العامه. الحسابات دي تم فلترتها لحد ما وصلت 235 مليون حساب، وده طبعا رقم مهول بالتاكيد. بنتكلم في يعني عدد ضخم جدا مستخدمين بالنسبه للمستخدمين الاجماليين على منصه تويتر. تأكيد ده كان رقم ضخم، بالتاكيد ده كان في معلومات حساسه جدا، كان في نوعين من المعلومات، معلومات عامه عن الناس زي الاي دي بتاعهم، زي المعلومات اللي هي البابليك زي العنوان بتاعه والكلام اللي هو موجود على الانفو عادي جدا، وكان في معلومات تانية وهي دي مربط الفرس كله، وهي الايميل وهي رقم التليفون. تأكيد الحاجتين دول تحديدا وهم وسيله الدخول لاي حساب موجود على موقع التواصل الاجتماعي، هم المشكله كلهم هنا، لان المشكله كلها لما انا يكون معايا ايميل شخص، انا هنا اقدر ان انا ابعت له رسائل سبام، اقدر ان انا ممكن ابعت له رسائل انتحاليه، اقدر ان انا اخمن عن طريق بعض التقنيات زي تقنيه البروت فورس، ودي تقنيه يعني رخمه جدا، دي بتعتمد على ان يبقى في ديكشنري كده او قاموس كبير جدا من كلمات المرور، وابدا ان انا اغذي يعني حاجه بتبدا ان هي تخمن، تعمل تواديل وتوافيق، وتقدر ان هي تلوجن على الحسابات دي. بالتاكيد ده كان خطر جدا، لان انا ممكن وانا بتعامل عادي جدا الاقي فجاه جالي رسائل انتحالية أو حد حاول يأكسس على الحساب بتاعي، وهنا تكمن الخطورة. تأكيد تاني حاجة وهي الحاجة السخيفة التانية جدا، موضوع تسريب رقم التليفون. ده تعدي صارخ على كل ما يتعلق بالخصوصية، لأن رقم التليفون مبدئيا ممكن هلاقي رسائل واتساب جات لي وأنا مش، أنا طبعا مش عايز أستقبلها أو مش حابب إن أنا أصلا أستقبلها. تاني حاجة ممكن ألاقي ناس تتصل بيا وأنا مش عايزهم أصلا يتصلوا بيا. نتكلم هنا عالميا إن ممكن الإيميل وممكن رقم التليفون يكون مربوط بمنصات تانية، ممكن يكون مربوط ببنك، بحساب البنك، ممكن يكون مربوط بمواقع تانية زي أو بأكسس مثلا على موقع فيسبوك مثلا وليكن، وبنفس المعلومات دي. غير الاكسس انه كمان حمايتي انا بتبقى عن طريق الموبايل، يعني انا لو في حد حاول يعمل لي هاك، رقم الموبايل هو اللي بيخلي المسج تجي لي على موبايلي. وحاليا للاسف واحنا بنقول الناس ده، لان احنا دايما بنوعي خلي بالك من الكلام ده، ممكن اصلا في وسائل تحقق بقت تحصل اليومين دول تعتمد على موضوع السبوفنج. السبوفنج ان ممكن حد يتصل من رقم شخص تاني، بمعنى ادق يعني ان انا ممكن مثلا انا مثلا رقمي اخره مثلا كذا، ممكن نفس الرقم ده بالظبط خلاص اقدر ان انا اتصل منه عن طريق تقنيات السبوفنج. للاسف التقنيات دي
تستخدم في ما يتعلق بان انا ممكن حد يزور رقم بنك ويتصل بيه ضحيه. وللاسف احنا بنوعي الناس، لان التوعيه اهم مليون الف مره من ان انا اتجاهل المعلومه. التوعيه انه ممكن يتصل بيك رقم ويقول انا البنك، انا فلان الفلاني، لما يحصل حاجه زي كده. وللاسف التقنيه دي بقت موجوده وفي عمليات نصب كتير جدا بتحصل بسببها. فبنقول والله لو حد اتصل بيك حتى لو البنك نفسه جالك الرقم بتاعه، اوعى تصدق، قول له ثواني هقفل وهتصل انا بيك، وابتدي ان انا اعمل انا الكول بالخطوات التدريجيه. او اساله على معلومات، هو بالتاكيد هو هيجي يسالني، فطبعا انا مش هينفع ان انا اديله حاجه. التقنيه دي للاسف بقت موجوده مع الناس كلها، يعني ما اقصدش انا ممكن اساله انا على معلومات، اقول له طب انت اديني بيانات بما ان انت طالبني كده كده من البنك، فاديني بيانات، فيديني حتى بيان واحد عشان اصدق او اقدر اميز. خلينا مثلا ده 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 حقيقي، بس برضه احنا بنتكلم في معلومه ان هو بالفعل معاه البيانات. ماذا لو هو معاه، ماذا لو هو مثلا معاه تاريخ ميلادي، معاه رقم بطاقتي، معاه كل التفاصيل دي. طب ما انا هنا تعرضت لعمليه نصب متكامله، لان انا هبدا اصدق. ففكره ان انا هبدا اصدق وهبدا يقع مني كلام، صحيح، هو هيقدر يستغله. فهنا انا الافضل اقفل المكالمه واقول له انا هتصل بالبنك وانا هبتدي اتابع. التقنيه دي ده حلها الوحيد لحد دلوقتي. فبتاكيد نخلي بالنا. نيجي بقى الموضوع حاجه جميله جدا، وهو موضوع التسريب الخاص بتويتر. هو ليه حصل وحصل ازاي وايه الثغره اللي كانت موجوده؟ ده طبعا يهم ناس كتير جدا. مبدئيا حصل امتى؟ احنا قلنا طبعا حصل في بدايه او نهايه يعتبر سنه 2021، وتم يعني الناس بقى بدات تعرف الكلام ده تحديدا في بدايه سنه 2022 وهي السنه السابقه. طبعا على مدار السنه دي كان بيبدا يباع الكلام ده كله على منصات خاصه بالدارك ويب وديب ويب الفتره اللي فاتت، وبدا من خلالها بعد ما بقى الداتا كلها مع الناس والحاجه كلها مع الناس بدات ان هي تنشر على مواقع عاديه ومنتديات قراصنة موجودين حاليا. وبدأ من هنا ان الناس كلها والصحافة عموما العالمية بدأت ان هي تتكلم في تقنية عموما اسمها API. API ده هنفترض مثلا ان انا وانا بتواصل مع حضراتكم دلوقتي في وسيلة تواصل هي اللي بتبدأ تاخد مني المعلومة وتسلمها لحضراتكم والعكس كذلك. الوسيلة دي حصل ان كان فيها هاك، احنا بنسمي الوسيله دي حاجه اسمها API، API بالعربي اسمها واجهه برمجه التطبيقات. بمعنى ادق يعني فكره ان انا ممكن اعمل ريكويست على مثلا، خلينا نتفق او ندي مثال مواقع النتيجه اللي اي حد مثلا بيدخل يستعلم على مواقع نتيجه الثانويه العامه، فرضا وانا بدخل رقم الجلوس جالي كل المعلومات بتاعه كل الطلاب في نفس الوقت. فهنا انا قدرت احصل عليها عن طريق ان كان في مشكله في امر ادخال الرقم بتاع الجلوس او مثلا البيان بتاع الطالب. بنتكلم هنا ان المشكله اللي كانت حاصله في الاي بي ايز دي خلت من السهوله للهاكرز عن طريق بعض الفرنابيلتيز اللي كانت موجوده ان هو يقدر يكولكت او يقدر يحصل على كل المعلومات دي. فلما حصل موضوع الويب سكرابنج والتقنيه دي عن طريق اللي هو الاستخراج والسحب وكل ما يتعلق بادوات القرصنه، بدا تجميع كل المعلومات بتاعه الهاكرز بتاعه الضحايا وتجميعها وبيعها في المنتديات. ايه موضوع المنتديات ده؟ المنتديات دي هي منتديات موجوده على زي ما اتكلمنا بتباع في الاول على الدارك ويب والديب ويب، ومن ثم بعد كده في بعض المنتديات طبعا مش هينفع نقول اسمها بتبيع الكلام ده عالميا، وهي مشهوره جدا جدا جدا. وعايز اقول لحضرتك ان في ملايين ملايين من الفيزيتورز والزائرين على المواقع دي يوميا، وده طبعا بيودينا ناحيه ان الحاجه طبعا بقت مع اي حد واي حد يقدر يستخدمها بسهوله. هتيجي بقى تسالني طب هو ليه حصل ده وليه موجود الثغره دي اللي مكنت الناس ان هي تقدر تهاك على الـ 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 الكم الهائل ده كله من المعلومات. هقول لك ان في بدايه السنه السابقه السنه اللي فاتت دي على طول كان في مؤشرات لبيع تويتر. تاكيد هنا بيع تويتر كان معروف مين اللي ممكن يدخل ياخد الصفقه الكبيره دي اللي كانت قدرت بيه من 40 ل 44 مليار دولار، وده طبعا رقم ضخم جدا، وكان اللي هيقدر يدفع ده هو واحد بس معروف، ايلون ماسك. تاكيد هنا ايلون ماسك عنده مشاكل جامده جدا مع مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، وبنتكلم طبعا المشاكل دي بقى لها اكتر من 10 سنين على مستوى كل الاجتماعات. انا اول مره اعرف انه عنده مشكله مع مارك زوكربيرج. الاثنين كان عندهم مشكله في استخدام الذكاء الاصطناعي، بس اللي انا عارفاه انه هو فصل اي ارتباط ما بين انستغرام وفيسبوك، ده اللي انا عارفاه، بس ما اعرفش انه في مشكله ما بينهم. هو المشكله كانت قديمه شويه يعني. احنا لو بنتكلم على الذكاء الاصطناعي كان حصل ما بينهم مشادات جامده جدا
جدا، لان كان في فتره كده كان مارك مؤيد جدا لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وكان ايلون ماسك ضده بشكل يعتبر شبه كامل. فطبعا لما حصل هنا خلاف ده بدا الموضوع يبقى يعني شخصي جدا بين الاثنين. فلما كان ايلون ماسك هيبدا ان هو يشتري تويتر، كان الى حد ما في بعض المهندسين داخل تويتر، وده المعلومات دي على فكره دي تحليلات على كل مواقع تخص السايبر سكيورتي عالميا، قالوا ان كان في بعض المهندسين داخل تويتر بداوا ان هم يبقى في مثلا تكه كده حصلت ولا حاجه في بعض الاي بي ايز اللي تم تسريبها، ومن خلالها كانوا بيحاولوا ان هم يضغطوا بقوه جدا على الاداره ان انت ما تبيعش، وحاول يا ايلون ماسك ان انت تبعد مثلا، او بيحاولوا ان هم يبعدوه عن فكره تولي اداره تويتر. فبالتاكيد هي دي اللي كانت الجاب اللي كان حاصل بين إدارة بنتكلم في تويتر السابقة والحالية، وبعض الموظفين اللي أول ما إيلون ماسك تولى زمام القيادة هناك في تويتر أول حاجة عملها بالسلام كله اتفضل اتفضل اتفضل، وصف أكتر من نص الموظفين تقريبا في تويتر، لأنه كان عنده علم بالمشاكل الكبيرة جدا، واللي كان أهمها المشاكل الخاصة في أمن المعلومات، واللي بالتأكيد يعتبر سياسات يعني بالظبط. طيب إزاي أقدر أحمي نفسي من أنه يحصل لي حاجة زي دي بالذات مرتادي تويتر؟ رقم واحد، لازم تفعل اي حاجه خاصه بمصادقه قانونيه على التليفون، وده امر يعني خلاص احنا فرغنا منه لان ده بقى امر واقع. تاني حاجه، خلي بالك دايما من الرسائل الانتحاليه على البريد بتاعك. البريد ممكن يوصلك رسائل سبام، ممكن يوصلك اي رسائل غريبه جدا، فانت تخلي بالك من الموضوع ده. تالت حاجه، اوعى ترد على رسائل جايه من ناس مجهوله، لان الناس المجهوله ممكن يحط لك لينك، اللينك ده عباره عن بانش او حاجه تقدر تعمل اكسبلويت على التليفون بتاعك، تقدر تعمل تفجير يعني على التليفون بتاعك، تفجير بمعنى ان هو يهاك على التليفون. تأكيد دي حاجة نخلي بالنا منها جدا. رابع حاجة، اوعى تحط أي معلومات ممكن تكون مهمة جدا ليك زي رقم تليفونك زي إيميلك، اوعى تخليه بابليك، اوعى تستخدم باسورد سهلة أي حد ممكن يقدر يخمن عليها. دايما استخدم باسورد كومبلكس عبارة عن رموز وأرقام وحروف. حاول على قد ما تقدر دايما في تعاملاتك المالية، لو هتعامل تعاملات مالية اتعامل تحت شفرات ال HTTPS اللي هي خاصة بالسكيورتي الخاصة بالويب سايت اللي حضرتك بتدخل تأكسس عليه. حاول دايما، ودي آخر حاجة، ان انت تبقى تراست او واثق فيه ان انت الويب سايت اللي انت داخل عليه ده هو الويب سايت الرسمي وليس كوبي او سكام او موقع فيك. ده اعرفه ازاي؟ اولا من التشفير اللي هلاقيه فوق. تاني حاجه، ممكن ابدا ان انا اكتب اسم الويب سايت رسمي يعني على جوجل، وابدا من خلاله ان انا اكليك على اول لينك هيجي لي او تاني لينك عموما، وفي الغالب بيكون هو الموقع الاصدق او الموقع الاكثر صدقا، لان عموما في متاجر تبقى موجوده في بلاك فرايداي، موجوده في كل السيزونز اللي بتتعمل، بتبقى اشبه بالظبط مثلا بالمواقع الرسميه. ابتدي ان انا ادخل اعمل بيمنت، اعمل اي حاجه، لا المنتج هيجي لي ولا رصيدي او الفلوس بتاعتي او المبلغ اللي انا هقطعه وادفعه هيرجع تاني. يعني انا ادفع لاي حاجه تحت الدومين بتاع HTTP ده تشفير، يعتبر ان الويب سايت ده امن، ان الويب سايت هيلاقي دايما جنبه علامه قفل اخضر، معناها ان اي تعاملات ماليه او اي حاجه خاصه بالموقع ما فيهاش الى حد ما مشاكل مثلا تقنيه، الويب سايت ما فيهوش مثلا حاجه ممكن هي تتعمل عليها اكسكيوت او يتعمل فيها مثلا كود مثلا هيتكتب هيرن على الجهاز عندي هيبدا ان هو يسرق معلوماتي او يدخل على الكوكيز بتاعه التليفون او بتاعه اللابتوب بتاعي ويبدا ان هو يسرقها. فاحنا دايما بنتكلم ان بص على القفل الاخضر فوق جنب كلمه www فوق كده بتاعت الويب سايت، هلاقي كلمه ال HTTPS. لو لقيتها من غير حرف الاس اوعى تعمل، اوعى تدخل، لان هنا انت هتلاقي في مشكله ان الويب سايت ده عنده مشاكل فيما يتعلق بشهادات ال SSL، ودي الشهادات المسؤوله عن تامين ويعني ان الويب سايت يبقى سيف يبقى امن والدنيا تبقى يعني سهل اختراقه طبعا. بالظبط بالظبط، ده اسهل جدا، وده في الغالب يعني بيبقى جواه كارثه طبيعيه يعني موجود، وده اللي بيحصل، نخلي بالنا بالتاكيد. اخر حاجه هقولها بخاصه بتويتر تحديدا، الداتا اللي تخص مصر من الداتا المسربه، عدد المستخدمين المصريين داخل الداتا المسربه حوالي من 1 مليون ل 2 مليون، رقم كبير جدا. نخلي بالنا اللي عنده اكونت تويتر عموما يعني الافضل غير اي اقتران برقم تليفونك الحالي او الايميل بتاعك الحالي، لان انت في الاغلب او في عموما يعني انت معرض فعلا لان يحصل عليك هيك او يحصل عليك تتبع او يحصل عمليات تصيد ليك. خلي بالك. عظيم، كل شكر طبعا على كل هذه المعلومات. بنشكر حضرتك المهندس احمد السخاوي خبير امن المعلومات، شكرا جزيلا ليك. تسلم، شكرا ليك.
يعني خلصت حلقتنا النهارده، لكن ما نقدرش نختم من غير ما نبارك وطبعا نعيد على اخواتنا المسيحيين. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر بيكم وبينا كده، في دايما بينا ترابط واخوه يا رب، ودامت المحبه والاعياد علينا دايما ودايما يا رب. والنهارده النهارده بالليل ان شاء الله هم هيفطروا، فما تنسوش اخواتكم المسلمين. ما تنسوناش طبعا. كل سنه وانتم طيبين، ميلاد مجيد، وكل عام وكل اقباط مصر بألف خير، ودايما واقفين مع بعض في الخير، ودايما واقفين مع بعض في المحن وفي الأزمات، وربنا يجعل أيامكم يا رب كلها أعياد. بكده مشاهدينا نكون خلصت حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباحكم زي الفل.